احنا كنا بنتكلم في ايتين من العهد القديم من اشعياء، الايه بتاعت هل عذراء تحمل وتلد ابنة ترى اسمع عمانوئيل، والايه التانيه بتاعت يولد لنا ولد ونعطى ابنا. فعايزين نبص بص عليهم، معظمكم عمل شغل كويس. المشكله بس معانا واحنا بنبص على ايات زي دي، احنا جايين بكل المعلومات الكامله اللي موجوده في العهد الجديد اللي احنا عارفينها وبنروح للايه، فعشان كده بنتسرع ونحط الامباكت بتاع العهد الجديد على الكلام. فبنقول مثلا حد كاتب انه كلمه نعطى ابنا بتشيد الطبيعه الالهيه، يولد لنا ولد بتشيد الطبيعه الانسانيه. فانت بسرعه خدت زي قرار سريع بتفسير سريع ان انت حطيت رايك، لكن خلينا واحنا بنقرا الايات دي، ده كان هدف منه. وانت بتقرا الايات دي خلينا نرجع كأننا في زمن العهد القديم في الوقت اللي أشعياء قال فيه الكلمات دي، وحاول تفهمها بشكل محايد جدا كان بيقصد ايه قبل ما تتسرع وتقول انه ده بيتكلم عن خلاص، بيتكلم عن فداء، بيتكلم عن انه هيفدي الامم وهيفدي الناس. وهي كلام كله صح، بس التفسير عايزين نرجع نشوف المنظومة دي بتقول ايه في الحتة دي في الزمن ده. فاكرين احنا لما كنا بنتكلم عن التفسير كنا بنقول كده. فكل عمل خلفيه تاريخيه حلوه قوي، واتكلم على احاز، واتكلم على الموقف بتاع التحالف بتاع الشمال مع ارام فقح ابن رماليا وملك ارام اللي جايين يهاجموا على الملك احاز، واحاز كان ملك مش كويس، ملك شرير، وجاله اشعياء وبيقول له اطلب لنفسك ايه، عمق طلبك او رفعه، اطلب ايه قويه من الرب بعمق او بعلو، مهما كان طلبك الرب يقدر يعمله. فطبعا لعدم ايمانه استخدم شكل لطيف من الصيغ الدينيه المقبوله، الا اجرب الرب الهي. فهو بيقولها يعني عارفه زي اللي عايز يقول انه من جواه هو ما عندوش اي ثقه او اي نوع من الايمان انه يحصل اي حاجه تنقذه من التحالف ده، لكن غطاها في شكل روحي. لكن الرب كان فاحص القلب وقال له السيد نفسه يعطيكم ايه. من عربي الترجمه او التركيبه اللغويه في العربي خداعه شويه، انك ممكن تفهمها انه الرب هيديله نفسه ايه، لكن هي لما نقراها في اللغه الثانيه في الانجليزي او في اي لغه ثانيه هتلاقي انه بيقصد انه الرب بنفسه هيديك علامه. الايه هنا بمعنى علامه، مش ان الرب هيديك نفسه علامه، لا الرب بنفسه هيديك علامه. ايه العلامه دي؟ طبعا كان في ملحوظه حلوه حد كتبها لما بيقول الهك وكده، فاشعيا بيقول ان اقاليد انكم اتجرتوا الناس فتتجرون الهي. كان حلوه الملحوظه، قال انه دي اله كان ما بقاش اله احاز، اشعيا بيتكلم على اله هو. هل عذراء تحمل وتلد ابن تدعو اسمه عمانوئيل؟ اللي يفهمه في النص ده في الزمن ده اعتقد انه محتاج نفهمه بالعقليه بتاعت الناس في العهد القديم، انه العلامه اللي هتعطى لهذا الشعب في الظروف دي انه في عذراء ما ولدتش وهتحبل وهتلد ابن، والابن ده هتدعو اسمه عمانوئيل بمعنى الله معنا. في الظرف اللي الناس كلها متجمعه ضدك وضد الشعب، الله بيقول لهم لا، ده انا هديكم علامه، والعلامه دي معناها انه انا معكم. خلي بالكم ان الصوره لسه ما اكتملتش، ما ظهرتش للناس دي يعني ايه الله معنا، هيبقى معنا ازاي. ممكن يبقى فاهمين ان الله معنا زي ما كان زمان في العهد القديم في وقت خروجهم، الله معانا، الله معانا ضد اعدائنا. لكن التركيبه هنا بتاعت الجو بتاعت الايه تخليني انا النهارده ابقى قادر افهم انه الله بيقول انه هيديك علامه، العلامه دي انه في عذراء تلد. طبعا ده شيء غريب، حتى اليهود بيقولوا انه دي هي مرات اشعيا، ربما تكون مراته الثانيه، زوجته الثانيه اللي اتجوزها وخلف منها ولد، فهي دي تكون العذراء اللي بيقصدوها. ده الفكر البشري لما بيبص للايه دي. احنا النهارده طبعا فاهمين انه الايه دي بيقصد بيها الميلاد العذراوي او ميلاد المسيح من العذراء. الجزء الثاني اللي هو في 9
برضه حضراتكم عملتوا، معظمكم عملت حاجات كويسة قوي. كنت أتمنى ناخد أكتر بالتفصيل الكلمات بتاعة الأسماء، يعني أبا أبديا، رئيس، السلام، الإله القدير. لو عرفنا نرجع للنص العبري بتاعها ونطلع المعنى الأصلي هيساعدنا كتير. فمثلا عندي أبا أبديا زي ما شفناها المرة اللي فاتت، اللي هي أفي عود أو عاد، اللي هو أبو الأبدية أو الشخص الإيترنال. الإله القدير شفناها إيل جيبور، الله القدير القوي الجبار، يعني القادر على كل شيء. اسمه واندرفل، واندرفل أو عجيب، بمعنى معجزة. الكلمة في العبري معناها معجزة أو شيء غريب، شيء فريد النوع. رئيس السلام، رئيس جاية من الكلمة نفسها بمعنى أمير أو شخص له قيادة. الكلمة نفسها جت منها سارة اللي هي أميرة، وسار اللي هو أمير. فرئيس السلام هو عنده السلطان بتاع السلام. بعدين بيزود آيات في النص ده، ودي اللي أنا عايز أقف عليها، لأن في بعض مننا كتير قوي انزلق ناحية التفسير المجازي واشتغل عليه. فهقف الأول بس عند الآيتين عشان أطلع الصورة اللي أنا كنت عايزها. الصورة بتقول إنه في آية الله هيديها لنا، علامة مميزة جدا. العلامة دي هي إيه؟ هي إنه عذراء تحبل، واضح إنها تحبل بدون تدخل بشري، وهتعطي عتلة ابن، والابن ده والعلامة ده اسمه كده الله معنا. لما جمع دي مع النص بتاع أشعياء 9 هبص الاقي ان هو بيقول لنا، بيقول لهم ايه؟ لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا. خدت بالكم؟ في كتير خد باله من الحته دي، انه مبني للمجهول، بمعنى انه انت مالكش دخل فيه. دي حاجه مش انت اللي هتعملها، ده انا اللي هديها لك، ربنا اللي هيديها لنا. نعطى هيجي لنا، يولد لنا ولد. حد راح قال انه نعطى يولد لنا ولد بمعنى التجسد، نعطى ابنا بمعنى الالوهيه بتاعت المسيح. ده مش صحيح في الحته دي. الحته دي هي الطريقه، فاكرين لما اتكلمنا عن الادب العبري والشعر العبري بيستخدم حاجه اسمها التوازي او الباراليليزم. الباراليليزم بيقول الجمله ممكن يقول نفس الجمله تاني بيعيدها بطريقه تانيه، فيولد لنا ولد ونعطى ابنا، المعنى واحد بس بيتكرر باسلوبين مختلفين للتوكيد. ففي كلا الحالتين هيتولد لينا ولد. هذا الولد معناه ده، معنى انه في ولد اتولد معناه انه انسان. هذا الولد راح حط جنبيه اسماء وصفات الهيه لا يمكن تنسب الا لله فقط. ايه اللي هي؟ انه يدعى اسمه الها قديرا، عجيبا، مشيرا، الها قديرا، ابا ابديا، رئيس السلام. عجيبا بمعنى انه معجزه او عجيب او فريد. لغايه هنا مش باينه قوي الموضوع. إلها قديرا، هو ده النقطة الجوهرية في الموضوع، إنه إزاي تقول على الولد ده إنه اسمه إيل جيبور، وده اسم من أسماء الله، إيل يبقى الله الجبار أو الله القادر. كمان بتقول عليه إن هو أبو الأبدية أو أبا أبديا، يعني شخص له صفة أبدية، له صفة إنه خارج حدود الزمن، ده ما ينطبقش على إنسان. فإذا هنا الآية بتوضح لي إن الآية العلامة اللي الله يديها هي ان يكون في ولد يولد من عذراء، لكن هذا الولد يحمل صفات الهيه. فبترسم لي الصوره بتاعت المسيح، الله الانسان، الشخص اللي عنده طبيعه بشريه لكن في نفس الوقت هو كيان الهي كامل. عشان كده حط له الاسماء دي، عجيبا، مشيرا، الها قديرا، ابا ابديا، رئيس السلام. دي الصوره اللي احنا كلنا متفقين عليها. طبعا في ناس كثيره استعجلت شويه وراحت قالت ان هو أبا أبديا، إن هو أب لشعبه اللي افتداه واللي سفك دمه علشانه. ده في معلوماتك الخاصة عن العهد الجديد، لكن أنا هقف لغاية هنا، مش عايز أضيف حاجة على النص، لأنه يعني في النص ما بيتكلمش على أي نوع من الفداء. لغاية دلوقتي هو ما بيتكلمش لا على صليب ولا على سفك دم ولا على شرع، هو بيتكلم على إنه في آية جاية للشعب المسكين اللي متحاوط بجيوش
والآية دي العلامة دي إنه في طفل هيولد والطفل ده له صفات إلهية. دي الطريقة لما بنحب نفسر، مش عايز نتسرع نحط آراءنا الشخصية أو خلفياتنا في النص بذات العهد القديم. الآية اللي بعد كده في سفر أشعياء في 9 آية 7 اتفضلي، اللي هي عايزه تقولي حاجه مادة او عايزة حد، أتكلم، اتفضلي بقى. معلش أنا عايزة سؤال بس، هو إيه الاستفادة، إيه الاستفادة بتاعت أحد من آية زي كده؟ يعني هو ما شافش حاجة ولا هيشوف حاجة ولا، يعني مش فاهمة، يعني هو بيدي الآية دي لأحد مش كده؟ لا طب اديها، لا خلي بالك من دي نبوه، النبوه هنتكلم عنها دلوقتي حاجه. هو بيدي نبوة، لكن هو الفكرة إنه يعني ما استفدتش منها حاجه حاجه. نعم ما شافش منها حاجة. حاجه بس. طيب حاضر. النص كله بعد كده لما تكملي هتلاقي انه بيقول له انه مش هيخش المدينه ومش هيرمي فيها سهم ومش هيحصل اي حاجه. وبعد شويه التحالف ده هينكسر والارام دي هتزول. لما نقرا المجمل الرساله في كذا اصحاح ورا بعض. لكن في وسط الحدث، عشان كده النبوه مرتبطه بحدث فعلي بيحصل، في رساله تتوجه. لها بعد متأثر بالحدث الفعلي، لكن لها سكوب بعيد بيبص على حاجة جاية. فعشان كده محتاجة دقة جدا وانت بتتعاملي مع حاجة زي كده. سؤالك حلو، هو حاسس استفاد ايه؟ هلاقي في اجزاء تانية بيقول له، الرب بيقول لك ما تخافش، مش هيحصل كده، مش هيخش، والتحالف ده هيفشل. وده اللي حصل. لكن في وسط المجمل ده راح حط الآية الغريبة دي وسابها. واضح انه الناس مش فاهماها قوي، واضح انه زمان ما فهموهاش قوي، لدرجه انه في بعض كتير منهم لما يفسروا بيقول لك انه العلمه دي او الالمه دي اللي هي الفتاه اللي لم تتزوج او العذراء، هي بيقصد بيها مرات اشعياء الثانيه اللي هتخلف له الابن الجديد. وده تفسيرهم، تفسير بعض الليبراليين بيقول كده انها مش نبوه، دي بتتكلم على عذراء في سن الزواج، ودي غالبا النبيه اللي اتجوز منها او اللي هي مراته الجديده اللي اتجوز منها اشعياء، واللي خلفت له مهير شلال حاشباس الابن الثاني. طبعا احنا بناخد بنفهم النص، لكن كمان احنا فاهمين ازاي التدرج الاعلاني ماشي، فعارفين يعني ايه في اول سفر التكوين في 3 15 نسل المراه، وهنا نسل جاي من عذراء، وبنشوف النسل المرأة في النهاية في العهد الجديد بتتضح الصورة بالكامل. عندك حق تقولي إنه حاز ما فهمش قوي الجملة دي، لكن عنده معلومات تانية في بقية الرسالة في كام إصحاح وضحت له إنه الرب بيقول له إن أنا هيدافع، وإنه غيرة رب الجنود تصنع ذلك. أنا عايز أروح بس معاكم لخطوة تانية اللي هي في آية 9، صح 9 وآية 7. لأنه رئاسات فيه وللسلام لا نهاية. يعني الشخص اللي هيتولد ده، الولد اللي هيتولد ده، رئاسته نموها وسيادتها وانتشارها، والسلام اللي هيعم بسبب الرئاسة دي والسيادة دي ملوش نهاية. على كرسي داوود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها. يعني رئاسته على كرسي داوود ده وعلى مملكة داوود عشان يثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. النص طبعا النص بيخليني يعني واقف متحير، إيه هي مملكة داوود وإيه هو كرسي داوود؟ إذا كان داوود كان مات قبليها بفترة، يعني 200 سنة أو أكتر، ايه علاقه ده بداود؟ وليه بيتكلم على مملكه داود؟ ليه بيتكلم على كرسي داود؟ وليه بيتكلم عنها الى الابد؟ وان الشخص ده الولد ده لما يجي هيجلس على هذا الكرسي ويعضد ويثبت هذه المملكه ومنها يسود بالسلام ونمو رئاسته الى الابد. خلي بالكم كلمه الى الابد دي كلمه خطيره جدا، لانها بتديني مفهوم انه الشخص اللي جاي ده مش هينتهي، شخص ازلي ابدي، مش مجرد ابن من ابناء داود اللي هيتولى الحكم لفتره معينه وينجح زي ما بعض ابناء داود او احفاده او اللي في السلاله الملكيه نجحوا. في منهم نجحوا الى حد ما، سليمان نجح،
يهوشافاط نجح، حزقية نجح، لكن في كتير منهم فشلوا، ونفس اللي نجحوا دول كان لهم سقطاتهم. المشكلة التانية إن هم الناس دي مهما طال عمرهم، عمرهم ينتهي، فهم مش إلى الأبد. الآية هنا بتخليني أقف قدام النص ده وأسأله، طب هو مين اللي هيجلس إلى الأبد؟ كلمة إلى الأبد دي ما تتعلقش بإنسان، لازم تتعلق بالله، لأنه الله هو الوحيد الأبدي. فالصورة اللي بتترسمني إنه الولد اللي هيتولد ده ولد حقيقي إنسان، لكنه إله في نفس الوقت. وهذا الإله وهذا الإنسان اللي هو واحد، هو واحد جاي من العيلة المالكة، من عيلة داود، هيجلس على كرسي داود وهيثبت وهيسيطر إلى الأبد، وهيسود بالحق وبالبر وبالعدل. فبيبقى قدامي مشكلة، كرسي داود مضايقني ومضايق الناس كتير قوي، هو إيه حكاية كرسي داود؟ فالحل السريع ان يقول ان كرسي داود ده هو زي ما بعض الناس قالت كده، يجلس على عرش داود للابد، انه يستعيد سلطان الله على الارض وقلوب البشر، يحرر البشر من نير الخطيه. انا مش عارف اشوف هنا في النص ده اي علاقه بالخطيه. النص بيتكلم على شخص هيتولد ويملك، ما بيتكلمش على لا فداء ولا على الخطيه ولا على الصليب ولا على الدم، لكن بيكلمني على عرش اسمه عرش داود. الحل السريع انك تتجه وتقول انه ده سلطان الله على الكون كله وعلى قلوب البشر. عندي سؤال بسيبه لك، اذا كان هذا النص بيتكلم على سلطان الله على كل البشر وعلى القلوب، ليه ما قالش بكل صراحة إنه هذا الولد الذي يولد سيجمع الأمم جميعاً، سيجمع البشرية جميعاً ويعيدها إلى حضن الله؟ خلي بالك إن النص موجه خصيصاً لمملكة يهوذا، موجه خصيصاً لشعب إسرائيل، شعب يهوذا المتحاصر اللي محطوط في دائرة حصار وجاي هجوم عليه، ومحتاج رسالة تشجيع ومحتاج وعد من الرب انه ينقذه. النص ده بالذات قبليها بيقولوا زي ما الزمان الاول اهان ارض زبلون ونفتالي اللي هي ارض الشمال، اتهانت من الامم ومن الوثنيه اللي كانت موجوده فيها، يكرم الاخير هذه الارض، يعني الزمان اللي جاي هيكرم هذه الارض. طب هيكرمها ازاي؟ لو نعرف انه المسيح عاش فين؟ عاش في الناصره وعاش في المنطقه بتاعت الجليل، عشان كده كان بيدعى ان هو جليلي. المنطقه دي أكرمت إزاي؟ بإنه الرب جه عاش فيها. فإذا النص هنا عندي فيه مشكلة، هي كلمة عرش داود أو كرسي داود، وده النص بالظبط اللي استخدمه الملاك لما جه بشر العذراء معي، إنه يجلس على، يعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه يملك على بيت يعقوب إلى الأبد. بس ما أقدرش أقول إنه عرش داود أو كرسي داود هو قلوب البشر، ولا اقدر اقول ان هو استرداد البشريه تاني لله. اوكي؟ لانه ده مش جاي بشكل متسق مع مفهوم النص بشكل كامل. النص مش بيتكلم على استرداد البشريه، بيتكلم على سبيسيفيك شعب معين، شعب يهوذا في زمن معين في ظروف معينه، ورساله موجهه ليهم، والايه اللي الله يديها لهم موجهه ليهم هم. فاذا محتاج اراجع نفسي في الحته دي، محتاج افهم بحيادية بحيادية ايه هو كرسي داود. اوكي؟ بشكركم على المجهود الرائع اللي عملتوه، الناس اللي عملت الواجبات بشكركم جدا. عندنا واجب حلو قوي المره دي بعد في اخر المحاضره نتكلم عنه، هو ديبيت. ايه مش كده؟ انا بتكلم بطريقه حياديه، عايزك تطلعي كرسي داود ده يعني ايه، بس مش عايز اكتر من كده. هو ده الواجب يعني؟ هو لا 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 مش الواجب، لا 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 مش الواجب، لا ده حاجه ثانيه. لا الواجب، الواجب فيه سؤال اتسأل في أحد المحاضرات لقداسة البابا تودروس، سؤال حلو قوي والرد بتاعه رد، لكن الناس مش فاهمة، وفي بعض التعليقات اللي محتاجة نجاوب عليها. فأنا هبعت لكم اللينك، والإجابة بتاعتنا النهاردة أو الحل بتاعنا اللي عايزين نعمله النهاردة، إنه لو جالك أسئلة زي كده، سؤال زي ده، تعرف إزاي تفنده؟ تعرف إزاي تجاوب عليه؟
هنتكلم عنه في آخر المحاضرة بتاعتنا. خلينا نبدأ الدولة بتاعتنا الثانية عن شخصية المسيح. شفنا المرة اللي فاتت صورتين من صور المسيح، المسيح في وجوده المسبق قبل التجسد ووجوده الأزلي، وشفنا المسيح في العهد القديم سواء في ظهورات ملاك الرب أو في النبوات، وشفنا زي النبوات رسمت لنا صورة جميلة قوي وصورة يعني كمالة المعالم عن الشخص اللي جاي أو التجسد اللي هيحصل في المستقبل. النهاردة بنتحرك حركة زيادة، هي المسيح في تجسده. دي من أحد النقاط الهامة جدا، ودي اللي عليها كل الهجوم، تجسد المسيح. الناس ممكن تقبل إن هو الله لكن ما تجسدش، أو تقبل إن هو نبي لكنه ليس إله. فإحنا بنقول لا، هو الله الذي تجسد وأخذ صورة عبد وأطاع حتى الموت، موت الصليب. عشان كده رفعه الله أبيه وأعطاه اسما فوق كل اسم، عشان تكسو باسم يسوع كل ركبة، ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. فهندرس النهارده مع بعض المسيح في تجسده، ويمكن نكمل ده بعد كده في المرة الجاية. Christ in his incarnation. أول حاجة واحنا بنتكلم عن المسيح في تجسده، مش عايزين ننسى إنه بنتكلم عن الله، فالمسيح هو الله. فلما هاجي النهارده أبص على المسيح في تجسده، عايز أثبت أول حاجة إني بتكلم على الله، فالمسيح هو الله، فبثبت أول نقطة هي ألوهية المسيح. The deity of Christ. فقبل ما أقول إن هو اتولد من العذراء، لازم أقول إن هو الإله الكامل. بس فده اللي هنبتدي فيه النهارده وكده، يعني أول خطوة وكده نتكلم على التجسد. هل المسيح هو الله؟ طب المسيح. طب إزاي؟ تعال نشوف نقطة نقطة مع بعض. أول حاجة تصريحات المسيح عن نفسه إن هو الله، هو قال عن نفسه إن هو الله. فقال عن نفسه إنه ساوى نفسه بالله الآب، قال أنا والآب واحد. في يوحنا 5:18 قال إن الله أبوه معادلا نفسه بالله. فاليهود فهموا لما بيقول إنه أنا والآب واحد، فهموا إنه بيعادل نفسه بالله. وكلمة أبي أو أنا والآب معناه إن هو الابن أي معادل لله، فاليهود فهم كويس قوي إن المسيح بيعادل نفسه بالله. لو كان المسيح ما قصدش كده، لو كان المسيح المستمعين بتوعه وصل لهم معلومة غلط، أعتقد لو كان سريعا هيصلح لهم المفهوم. لكن التأكيد على إنه بيقصد ده زود أكتر وقال لهم إنه أنا والآب واحد، وأن أبي بيعمل وأنا بعمل، وأنا بشوف أبي بيعمل إيه وأنا بعمل زيه. هو اللي أرسلني، أنا عندي إداني السلطان إني أدين، إداني السلطان إني أعطي الحياة. فبيوريهم قد إيه، يعني راح بيزود الضغط في النقطة دي. فلو كان الناس دي فهمت معلومة غلط كان المسيح صححها، لكن واضح إن المسيح أكدها وقال كلمات أقوى ويمكن أقصى بالنسبة لهم إن هم يصدقوا. يوحنا 14:9 بيقول كده: من رآني فقد رأى الآب. إذن رؤية المسيح في حد ذاته هي رؤية لله الآب الذي لا يرى. عشان كده بنقول إنه المسيح في تجسده كان إعلان من الله، يعني بيعلن عن نفسه بشكل كامل جدا، إنه تقدر تشوفني في ابني، تقدر تشوفني في تجسد المسيح. في يوحنا 17:21 في صلاته الأخيرة بيقول كده: ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيا وأنا فيك، يكونوا هم أيضا واحدا فينا. يعني إحنا أنا وإنت واحد، وأنا بحبهم وعرفتهم اسمك، أنا عايزهم يكون فيهم الحب ده عشان يكونوا فينا، ويبقى إحنا مع هم معانا. فواضح إن هو واعي وبيعلن عن نفسه إن هو والآب واحد، في وحدانية بينه وبين الله الآب. ده شفناه قبل كده لما اتكلمنا عن لاهوت الله، وكلمنا عن جوهر الله إنه جوهر واحد مثلث الأقاليم. ايضا المسيح قارن نفسه بالاب الاب عشان يثبت مساواته به، يقول كده: ليس احد يعرف من هو الاب الا الابن، ولا يعرف الاب، ليس احد يعرف من هو الابن الا الاب، ولا من هو الاب الا الابن. يعني محدش يعرفني قوي غير الاب، محدش يقدر يعرف الاب غير الابن، واللي عايز يعرف الابن هو اللي بيعلنه. فطبعا المعرفه التبادليه دي، معرفه التامه التبادليه دي، بتقول لك ان هم واحد.
انا بعرف الاب بالكامل والاب يعرفني بالكامل، فاحنا واحد. ولو انت عايز حد عايز يعرف الاب، انا اللي انا الابن، انا اللي بخبره، انا اللي ممكن اكشف له او اعلن له عن ده، لان انا الاعلان بتاع الله. يصرح المسيح عن نفسه ان هو ليه سلطان، ليه سلطان مطلق على حياته. مفيش ولا حد، ولا نبي، ولا فيلسوف، ولا صانع معجزات، ولا اي شيء، ولا اي حد في التاريخ ولا في الكون كله نقدر يقول كده انا عندي سلطان اضع نفسي وعندي سلطان اخدها. لابساط، لان ببساطه انا مملوكش سلطان على حياتي. الحياه دي اعطيت ليا من الله، فانا مش بتاعتي. ما اعرفش امتى ممكن اموت وامتى ممكن اعيش، لكن اعرف انه في لحظه ممكن الله يسترد وجعته في اي لحظه. لكن المسيح هنا بيقول حاجه غريبه جدا، بيقول انا عندي سلطان احط حياتي وعندي سلطان ان اقومها. فاذا لما يعني مفيش حد يقدر يعمل كده. لما جم بيقولوا له ادينا ايه، فقال لهم جيل يعني جيل ملتوي مش هيديكم ايه غير ايه يونان النبي. ومره ثانيه قال لهم كده انقلوا هذا الهيكل في وفي 3 ايام انا اقيمه. فكان بيتكلم على هيكل جسده، اذا هو عنده القدره الذاتيه انه يقيم نفسه. فعنده سلطان على حياته، عنده سلطان انه يضع نفسه او ياخدها. في اللحظه الاخيره المسيح على الصليب بيقول كده انه عمل ايه، نكس راسه واسلم الروح. الفعل هنا فعل ارادي، مش كده؟ ما قالش طلعت روحه، ما قالش خلاص يعني انتهى روحه طلع فرقته، لا هو اللي اسلم الروح. لان لو ما كانش اسلم ما كانش هتطلع، ما كانش هتقدر يعني، مش الموت جه يمسكه. انه بيقول كده انه لم يكن للموت ممكنا ان يمسك به. فلو ما كانش المسيح بارادته سلم الروح، اسلم الروح، ما كانش هيموت. واضح من هنا من كل التصريحات دي انه ده الوحيد اللي عنده سلطان على حياته. فده الوهيه المسيح. كمان شفنا لما في مواجهته مع رئيس الكهنه في المحاكمه الاخيره بيقول له كده، رئيس الكهنه بيساله استحلفك بالله الحي ان تقول لنا هل انت المسيح ابن الله؟ فقال لا يسوع انت قلت، وايضا اقول لكم من الان تبصرون ابن الانسان جالسا عن يمين القوه واتينا على سحاب السماء. تمزق رئيس الكهنه حينئذ ثيابه قرر قد جدف، ما حاجتنا بعد الى شهود، ها قد سمعتم تجديفه. ايه التجديف اللي قاله المسيح بالنسبه لرئيس الكهنه ده؟ انك بتقول عن نفسك ان انت والله واحد، انت بتعادل نفسك بالله. لان المسيح استخدم كلمتين، رئيس الكلام استخدم كلمه والمسيح استخدم كلمه ثانيه، والكلمتين خطيرين جدا. هو بيقول له انت المسيح ابن الله، يعني الراجل اليهودي ده، الراجل رئيس الكهنه ده فاهم ان المسيح اللي جاي ده هو ابن الله، وكلمه ابن الله يعني مساوي الله. المسيح استخدم كلمه ابن الانسان، دي كلمه برجلته، لانه كمان الكلمه دي موجوده في سفر دانيال. لما دانيال شاف الرؤى بتاعت نهايه الازمنه، فبيقول شفت في الرؤيا شبه ابن انسان. فهنا المسيح استخدم له الكلمه بتاعت دانيال، وهو الرئيس الكهنه بيساله بيقول له انت المسيا اللي جاي، المسيا اللي احنا عارفين ان هو هيبقى ابن الله. فراح حطهم له بيقول له اه وانا فلان، من الان هتلاقوني موجود انا ابن الانسان جالس عن يمين العظمه وهاجي على سحاب السماء. فقال يعني قال له ما حاجتنا بعد الى شيء، انت بتكذب، واضح التكذيب بتاعك ان انت بتعادل نفسك بالله. لان يعني هو فاهم انه المصطلحين دول بيعنوا الله. فكل التعليم دي بتوريني من خلال الكتاب المقدس انه فعلا المسيح كان بيعادل نفسه، كان واضح جدا ان هو له صفه الالهيه وان هو الله في حد ذاته. باسم اتفضل. يعني ايه من الان؟ كلمه من الان يقصد بيها ايه؟ من الآن تبصرون بالإنسان، نعم، من الآن تبصرون بالإنسان جالسا عن يمين القوة وأتينا على سحاب السماء. المسيح بيتكلم بصورة مش شايفها رئيس الكهنة. هو بيقول له من الآن، من دلوقتي هتشوفوا بعد كده ابن الإنسان جالس فين عن يمين العظمة أو يعني يمين القوة في الأعالي، وابن الإنسان ده هيجي كمان على سحاب السماء. على سحاب ده في نهايه الازمنه. اوكي؟ ما فهمش الكلام ده، ممكن نفهم الكلمه دي منين؟ فاكرين لما حصل رجم استفانوس؟ استفانوس في اخر مشهد بيقول ايه؟
انا شايف السماء مفتوحه وابن الانسان جالسا عن يمين القوه في العالم او عن يمين العظمه في العالم. الفكره هنا ان هو المسيح بيتكلم بشكل اعلى بكتير قوي من مستوى الناس دي، بيتكلم على حاجه عظيمه جدا، انه انا هتشوفوني بعد كده قاعد فوق على يمين الله. اوكي، ده المنصب بتاع الابن في الوضع الجديد لما اخذ جسدنا ويطلع فوق ويبقى جالس على يمين العظمه، اللي هو يعني في يمين القدره بتاعت الله. هذا الابن ايضا سياتي مره ثانيه على سحاب السماء، هيجي مره ثانيه في نهايه الازمنه. الراجل ده الكلام ده برجله، لكن امتى هيشوف ده؟ هي كلمه من الان، امتى ده هيحصل؟ من ساعه ما المسيح هيموت ويصلب هو يمجد بعد كده، هيبقى فوق جالس عن ده مكانه الحالي عن يمين العظمه في الاعالي. ده اللي شافه استفانوس ساعه الرجم او ساعه لما كان بيستشهد. شاف المسيح، شاف ابن الانسان ده جالس عن يمين العظمه في الاعالي. وقالوا ان ابن الانسان ده كمان هيجي مره ثانيه، هيجي في سحاب السماء لما يجي عشان يسترد ويملك على كل الارض او يستلم ملك كل الارض. لقب ابن المسيح بيتكلم عن نفسه، قال لقب نفسه ان هو ابن الله، ولقب نفسه بان هو ابن الانسان. فعندي الكتاب المقدس استخدم اللقبين بالتبادل. في دانيال 3 25 بيقول انه شفت شكل ابن الالهه، يعني كانه واحد ابن الالهه. ده لما بيتكلم في حلم دانيال، حلم اسف حلم نبوخذ نصر، لما شاف الحجر اللي خبط التمثال وهدمه، وبيقول انه شفت بعد كده شبه ابن الالهه جاي، وانه ده اعطي الحكم واعطي المملكه لقديس العلي. ففي لقب به المسيح في العهد القديم ان هو ابن الاله وابن الله. يوحنا 3 16 هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. كارمن بتسال سؤال، لو هم كانوا منتظرين المسيح ابن الله ليه ما صدقوش في المسيح؟ ببساطه يا كارمن ما صدقوش لان هم كانوا منتظرين الصوره او كانوا عايزين الصوره بتاعت المسيح الملك السياسي، الملك اللي جاي ينتصر على الرومان ويقيم تاني المملكه وتبقى مملكه قويه وسياسيه. ده حتى نفس لغايه دلوقتي نفس الفكر اليهودي، انه عايز يقوم اسرائيل السياسيه او اسرائيل الدوله القويه بجيش وبحرب. ده صوره حقيقيه، مش بنقولها، مش بننكرها، انه العهد القديم قدمها. لكن في صوره ثانيه هم رافضينها، المسيح اللي جاي الاول يحقق البر للامه. فكان لازم الاول يتصلب، عشان كده المسيح لما كلم تلاميذه وقال لهم انا المسيح وتعرفوا عليه، بدأ يكلمهم عن صلبه وعن آلامه، رفضوا. فهي مشكلة في الفكر اليهودي انه رافض تماما ان المسيح ده يتصلب ويتألم ويموت. هو فاهم ان المسيح ده جاي يملك وجاي يعمل مملكة، لانه الآيات بتقول كده، ودي حاجة حقيقية او حاجة حرفية حقيقية من الكتاب. لكن المشكلة انه قبل ده يحصل لازم يحصل عملية التبرير وعملية الفداء. هم رافضين ده، فما شافوش الاحتياج ده كده، كانوا شايفين الاحتياج العسكري والسياسي اللي هم عايزينه، عشان كده رفضوه. نرجع تاني لقب ابن الله في يوحنا 3 16، طبعا عارفين الايه انه حتى بذل ابنه الوحيد، كيف هو ابن الله. ايات كتير بتتكلم عن اللقب ده. لقب تاني هو لقب ابن الانسان، وده العهد القديم حط عهد جديد استخدمه علشان يأكد على إن المسيح أخذ طبيعة إنسانية وصار مشابه وصار مثلنا تماما في كل شيء ما عدا الخطيئة. فحتى في دانيال 7 13 بيقول كده، وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان آتي وجاء إلى قديم الأيام فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا يتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة، سلطانه وسلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لن ينقرض. فدانيال شاف الرؤية دي، شاف إنه مع سحاب السماء جاي شخص له هيئة إنسان، ابن إنسان يعني بني آدم. أتى وجاء إلى قديم الأيام، كلمة قديم الأيام بتعني الله.
اللي ملوش اللي هو الايترنال يعني. فقربوه قدامه فأعطي سلطانا ومجدا وملكوتا تتعبد له كل الشعوب وكل الأمم والألسنة. يبقى ابن الإنسان ده مش بس بياخد ملكوت ان هو يتسيد، لكن الملكوت بتاعه ايضا فيه يتضمن عباده تتعبد له كل الشعوب والامم والالسنه. والعباده هنا واضح انها مش بتقتصر على الامه اليهوديه، لكن بتعم على كل الارض، كل الشعوب، كل الامم، كل الالسنه. بعدين دي في ان سلطانه سلطان ابدي، ما لن يزول، وملكوته ما لا ينقرض. اذن في الرؤيه اللي شافها دانيال شاف انسان، هذا الانسان اعطي في الاول بيتكلم عنه مره في دانيال 3 ان هو ابن الله، هنا بيتكلم عنه ابن الانسان، اعطي ملكوتا، هذا الملكوت ملكوت ابدي، وفي ملكوت ده بيتضمن ايضا عباده او تعبد يقدم له العباده من خلال صحيح. كل شعوب الارض. اوكي؟ بس لو ممكن يا باسم، اتفضلي. لما بيقول فقربوه قدامه، الهاء دي عايدة على الله، يس، هو اللي أعطاه السلطان قديم الايام، والمجد. قديم الايام. خلي بالك من حاجه، احنا بنقول ايه؟ انه لذلك رفعه، لما بنتكلم على الاخلاء في فيليبي 2 5 لغايه 9 تقريبا، لما بيتكلم عن المسيح انه اخلى نفسه واطاع، بيقول كده لذلك رفعه الله واعطاه اسما فوق كل اسم لكي تكسو باسم يسوع كل ركبه ممن في السماء ومن على الارض ومن تحت الارض. ده مش معناه ان المسيح اقل او اقنوم الابن اقل من اقنوم الاب. شرحنا الكلام ده مره ونقوله تاني، ده مهم قوي. فمعناه ان المسيح في تجسده لما اخذ شكل العبد واطاع واتضع، اوكي، الاب نفسه رفع واعظم هذا الابن. يعني نشوف بعد شويه انه بتسجد له الملائكه، فواضح انه ده مش مجرد انه حد قليل، فالمسيح فرب فالله الاب اداله مكانه، لكن المسيح في تجسده لما اخذ صورة الانسان يقول كده، عشان كده بيستخدم كلمة ابن الانسان. فالمسيح في تجسده وهو متحد للانسانية بيرفع ويرفع معه كل البشرية، ويعطى سلطان ويعطى ملكوتا عشان تتعبد له كل شعوب الارض. لما اجي اشوف هنا تتعبد له، بيفهمني كويس قوي انه ده مش اقل من الله. يعني المسيح مش اقل من الله الآب، لأنه واضح إنه الشعوب تتعبد له. الله لا يقبل، يقول كده إنه مد، يعني غيرة الله لا يقبل أبدا إنه مجده يعطى لآخر. فلو أنا افترضت زي ما بعض الناس بتهاجم تقول إن المسيح أقل من الله الآب، الآية دي تخليني أفهم إنه مش ممكن الله الغيور على مجده اللي لا يعطي مجده لآخر يعطي لحد اقل منه. لو افترضت ان المسيح اقل منه، يعطي حد اقل منه امكانيه انه الشعوب تتعبد له. هو مش كده خالص. المسيح هو الله بالكامل، والاب هو الله بالكامل. فهمنا من الاقانيم انه التميز بين كل اقنوم والتاني تميز في الدور، تميز في الادمنستريشن بتاعته. كل واحد لهم علاقة ببعض متميزين، لكن مفيش حد أعلى من التاني. إن كان في واحد ياخد دور معين إنه ينزل ويتضع ويتحد بالإنسانية ويجيبها، ده مش معناه إن هو الأقل خالص. هم كلهم واحد، قلنا الجوهر واحد. فده بيأكد لي إنه قديم الأيام اللي هو الله، خير دي رؤية، هو بيشوف رؤية، شايف ابن الإنسان ده جاي وتقدم قرب إلى قديم الأيام اللي هو الله الأزلي الأبدي. الله الأزل الأبدي أعطاه سلطان وملكوت عشان تتعبد له كل شعوب الأرض. هنا العبادة تختلف تماما عن إنه لو قلت أعطي رئاسة على شعوب الأرض، ممكن أقول إنه هياخد ملك معين أو ياخد سلطة إدارة أو سلطة حكم، لكن هنا في سلطة العبادة، والعبادة لا تقدم أبدا إلا لله. والله اللي بيقول عن نفسه انه مجدي لا اعطيه لاخر، مش ممكن ينافي نفسه ويعطي مجده لحد اقل منه. اذا المسيح هنا بنشوفه ابن الانسان، لكن بنشوفه ايضا الذي له تتعبد كل شعوب الارض. ايه بيقصد قربوه؟ مين دول اللي قربوه؟ في الرؤيا بيشوف، هو في الرؤيا بيشوف، لانه بيشوف احداث
بتاع تتابع الممالك في الرؤيه دي. مملكه بتسقط بتيجي وراها مملكه وتيجي وراها مملكه، لكن بيشوف في النهايه واحد جاي هيملك على كل الارض. هذا الشخص وكانه ابن الانسان اللي فيه، عارفه زي في حفله التتويج بتاعه مثلا، بيكون فيه الامير بيتوج على انه يبقى ولي العهد او يبقى هو الملك. ففي نوع من الـ من الـ زي ايه اللي هم الحاشيه الملكيه او البرستيج الملكي، اللي بيبقى فيه زي فرقه كبيره بتصطحب هذا الامير وتقدمه وتقربه، يعني كأنه نوع من الاحتفال الملكي بالتتويج. تشريف. خلي بالنا احنا التشريفه بيسموها تشريفه او حاجه زي كده. احنا بنتكلم على دانيال. دانيال خلي بالكم ده الاجواء الملكيه والاجواء القصر الملكي اللي كان بيعيش فيها. فشاف حفلات التتويج، شاف ازاي مثلا الابن ده بيتولى الحكم بعد ابوه، وانه بيحصل له عمليه التتويج والناس بتقربه وبيتقدموا التيجان والحاجات دي. فالمشاهد دي كلها بتختلط مع بعض في الرؤيه، وبيشوف هو في الرؤيه بتاعته انه هذا الشخص اللي طالع وسط، هو كان في الرؤيه بتاعته شايف حيوانات ووحوش بتتصارع، واحد بيجي ورا التاني، بس هنا بقى بيشوف مش حيوانات، بيشوف ابن انسان بني ادم. هو شاف قبل كده الدب والنمر ومش عارف مين، لكن هو هنا بقى في النهايه بيشوف انسان، ابن انسان جاي. هذا ابن الانسان او الانسان ده اعطي من الله هذا الملك عشان تتعبد له كل شعوب الارض. Thank you. وضحت شويه؟ Thank you, yes. بس يعني يسوع ادعى السمو والسياده الالهيه في كلا العالمين، سواء العالم المنظور او غير المنظور. تعالوا نشوف مع بعض. في متى 13 41 بيقول كده: يرسل ابن الانسان ملائكته. يعني ابن الانسان ده يمتلك ملائكه. خلي بالكم هنا الهاء ديت ملائكته، هاء ملكيه بتعود عليه هو. ف مين عنده ملائكه بتاعته؟ من يمتلك ملائكه؟ يقول ملائكتي. انا ما اقدرش اقول ملائكتي، لكن هو الوحيد اللي يقول ملائكتي، ملكيته للملائكه. فيجمعون من ملكوته جميع المعاشر وفاعلي الاثم. خليني من مره كمان اسال سؤال هنا من ضمن الاسئله اللي بسالها في النص كده ونسيبها مفتوحه. ملكوته اللي هيجمع منه المعاشر وفاعلي الاثم، هل هو الملكوت هو الحالة الأبدية، ولا هنا بيتكلم على حاجة في الأرض؟ Think about it. لأنه لو ملكوت في الحالة الأبدية، كيف يكون في الأبدية معاثر؟ حاجة تانية، أنا بيتكلم إنه ابن الإنسان، بص في متى 25 31 بيقول إيه؟ متى جاء ابن الإنسان؟ متى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القدسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده. هو جاي ومعاه ملائكته القدسين فيجلس على كرسي مجده ويحصل عملية دينونة. هنا بيقول ان هو يرسل ملائكته عشان يجمعوا من ملكوته جميع المعاشر وفاعلي الاسم. هل الملكوت هنا ده اين يوجد هذا الملكوت؟ هل هو في السماء ام هو على الارض؟ ده سؤال من يعني على جانبي على جنب كده، خلينا نفكر فيه بعد. طيب مش بس كده، المسيح قال عن نفسه انه صاحب، او اظهر نفسه ان هو صاحب سلطان السياده في مجال التشريعات. لما يجي واحد يغير قانون او واحد يعدل الدستور، فهو عنده سلطه التشريع. لما تيجي تغير الشريعه بتاعت الناموس او تعدل في شريعه الناموس، فانت بتعدل في شريعه الله. وخليني اقولها بطريقه اكثر ملائمه، وانت بتعيد صياغه وقراءه الناموس وتعدل قراءته، فاذا انت عندك السلطه انك تتحكم وتتكلم في كلمات الله. الشريعه دي الله اللي كتبها، والله اللي قالها لموسى. فاذا عندك السلطان انك تعيد صياغه الشريعة أو تعيد صياغة الناموس. يقول كده
لما تلاقيه في الموعظة على الجبل لهم قيل لكم أما أنا فأقول. إذا أنت بتعمل عملية تعديل وعملية رفع المستوى القيم والستاندردز بتاعت الناموس. فإذا أنت شخص غريب، أنت شخص ما ينفعش تبقى موسى، حتى موسى ما يقدرش يعمل كده. يعني موسى اللي جاب الناموس ده أو أخذ الناموس من الله ما يقدرش يحرك حرف منه. لكن عشان أنت تيجي تعيد صياغة الناموس وتعيد قراءة الناموس وتحط معايير جديدة وتقول أما أنا فأقول، إذا أنت عندك سلطان التشريع الإلهي، إذا فأنت الله. واخدين بالكم؟ عشان كده لو تفتكروا في أول ما كنا بنتكلم المرة اللي فاتت بقول لكم الكتاب المقدس مليان في كل تفصيلة منه إثباتات ألوهية المسيح. إحنا كتير قرينا المعجزة على الجبل، يمكن حافظينها، كتير مننا حافظها، لكن يمكن ما تاخدش بالك من حتة أما أنا فأقول. ده معناه إن أنا النهاردة الملك، أو أنا النهاردة ابن الله اللي بيعدل بيظبط لكم التشريعات. المسيح قدم نفسه كمان إن هو رب السبت. قد إيه السبت ده كان مهم قوي عند اليهود، فقال لهم كده إنه ابن الإنسان هو رب السبت أيضا. السبت ده يوم الرب، يوم يهوه. ما انا رب السبت. اذا يأكد على نفسه في كل صغيره وكبيره ان هو اله، ان هو رب. يسوع قدم نفسه بصفه البقاء الى الابد وانه موجود مع شعبه الى الابد. فاكرين لما كنا بنتكلم من شويه على اشعيا، كلمه الى الابد دي كلمه محيره جدا، لانه بتعطي صفه مميزه جدا لله تعطيها الانسان. الولد ده لنمو رياسته وللسلام لا نهايه الى الابد. الى الابد دي معناها ايه؟ معناها ان انا بتكلم على الله الانسان. بتكلم على ان المسيح في تجسده مش مجرد انسان، لكن ده الله بالكامل. عشان كده قال عن نفسه ان انا معكم كل الايام والى انقضاء الدهر. يعني انا معكم لغايه لما الزمن يخلص انا موجود. فما فيش ولا حد، يعني لو رجعت كلمات اي شخص، ملك، كاهن، نبي، فيلسوف، مجنون، مدعي نبوه، اي حد، مش هتلاقي ابدا حد قدر يقول الجمله دي، انا موجود معاكم لغايه الابد. لا، حياتي بتنتهي لزمن معين ما اقدرش اكون موجود بعديها. مش بس كده، انا محدود في دايره الزمن وفي دايره مكان، ما اقدرش اكون موجود مع حد تاني غير اللي انا موجود معاه دلوقتي. لكن هو بيقول لهم انا موجود معاكم الى الابد، الى انقضاء الدهر. فالصفة اللي بيحطها لنفسه وبيقدم بيها نفسه انه باقي الى الابد، وفي كمان متواجد ومع الناس الى الابد. فخلينا ناخد خطوة تانية، هي تصريحات الاخرين عن المسيح. الناس التانية او الكائنات التانية قالت ايه عن المسيح؟ مثلا الملائكة لما جت تبشر الرعاة بتقول لهم كده، ولد لكم اليوم مخلص هو المسيح الرب. المسيح الرب. لما اليصابات بتستقبل العذراء مريم تقول لها ايه؟ من اين لي ان تاتي؟ الي ام ربي. انت عرفتي منين ان ده ربي؟ ده لسه بيبي في بطنها، ما حدش يعرف حد. سيب الروح القدس بتقول ايه؟ بتعترف بيه رب. برضو خلي في بالنا انك بتتكلم، احنا بنتكلم على ناس في اليهوديه، فكلمة ربي مش كلمة سهلة حد يقولها. يعني مثلا زي ما اجي اقول لك يا سيدي، يا سيدي خلي بالك مني، مش عارف، لا مش فكرة سيدي. هنا الكلمة دي ادوناي معناها رب يهوى. فمن اين تأتي لي ام ربي الهي؟ زكريا قال عن لما جه يتكلم عن ابنه قال كده، وانت ايها الصبي نبي العلي تدعى لانك تتقدم امام وجه الرب لتعد طرقه. يعني انت عارف يا زكريا بروح النبوه انه اللي هيجي قدامه ده، اللي هيمشي قدامه يوحنا، هو الرب نفسه. مش ده ابن مريم، مش ده النصيري، لا بس ده الرب. فبص الملائكه بتقول عنه المسيح الرب، ادي صبات قالت عنه الرب لما بتقولها ام ربي، الكاهن زكريا ابو يوحنا بيقول عنه ان هو ايه؟
الرب، لأنه ابنه زكريا تقدم أمام وجه الرب. بطرس قال عنه كده: أنت هو المسيح ابن الله الحي. ثم بعد ما شك وحط إيده في الآثار المسامية، آثار الجروح، قال عنه إيه؟ ربي وإلهي. برضه keep in mind إنك بتتكلم على ناس من الخلفية اليهودية، فما بيلعبش بكلمة الرب، وما بيلعبش بكلمة الله، كلمة أدوناي، وكلمة يهوه، وكلمة إلهيم، ما بيلعبش بيهم، بيخاف يلعب بيهم. ده بيخاف يكتب الاسم وينطق، فيكتب يهوه دي ما ينطقهاش، يكتبها لكن ينطقها أدوناي السيد أو الرب. فالناس دي ملائكة، كاهن، زوجة كاهن، التلاميذ فاهمين كويس قوي خطورة كلمة رب. عشان كده لما بيطلقوها مش بيطلقوها بنوع من العفوية أو السذاجة، لكن بيطلقوها وهم فاهمين كويس قوي هم بيقصدوا مين. طيب تعليم الكتاب المقدس عن ألوهية المسيح، هل الكتاب المقدس أيضا قدم ده؟ قدم ده. إحنا شفنا المسيح قال إيه عن نفسه، الآخرين قالوا إيه عن المسيح، تعالوا نبص الكتاب كله قال إيه عن المسيح. ففي عندنا آية مشهورة أوي اللي قلنا عليها اسمها آية الألوهية، اللي هي يوحنا 1:1: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. في اللغة اليونانية، الجمل اليونانية ما يفرقش معاهم، ممكن تحط الفعل قبل الفاعل قبل المفعول أو العكس. لما بتجيب حاجة في الأول، يعني مثلا لو جبت المفعول في الأول فأنت بتركز الأهمية على المفعول، لو جبت الفعل في الأول أنت بتحط الأهمية على الفعل، لو جبت الفاعل في الأول فأنت بتحط الأهمية على الفعل. التركيبة هنا في اليوناني بتقول كده إنه وكان الله الكلمة. هجيبها لكم من يعني بيحط الله الأول، بيحط الله في الأول، يعني ما كنتش محضرها جت على بالي دلوقتي. فعايز يقول إنه الله هو الكلمة، يعني لو حبيت تحط الترتيب بتاعها، بس طبعا الصياغات العربي مش هتبقى ملائمة. والله كان الكلمة، حبينا نحطها بالظبط. فالتركيز هنا على الألوهية، فإذا الله هو الكلمة. يوحنا 1:14 يقول: فالكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما الوحيد من الآب مملوءا نعمة حقا. وقلت لكم مرة فاتت كلمة وحيد مش معناها إنه الله عنده ولد واحد، لكن وحيد هنا معناه الواحد مع الله الآب، وحدانية، وحدانية واحدة. المسيح هو التعبير الحقيقي عن جوهر الله، ففي عبرانيين 1:3 بيقول كده: الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. في بعض المقاطع بيستخدم الكتاب المقدس بيستخدم جمل شكلها غريب قوي، إن الله بيكلم الابن ويقول عنه الله. عبرانيين 1:8 بيقول كده: وأما عن الابن الله يقول كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. إنه الله الآب يقول لله الابن كرسيك يا الله. إذن حوار ما بين الأقنومين ينقله الكتاب المقدس، بيقدمه من المزامير وعن طريق كتب العبرانيين، إنه الله يقول عن الابن كرسيك يا الله إلى دهر الدهور. أيضا الكتاب المقدس قدم إن المسيح المتجسد هو الله. فمثلا في روميا 9:5 لما بولس بيتكلم على اليهود، بيتكلم على الشعب اليهود، بيقول كده: الذين منهم المسيح حسب الجسد. يعني عايز يقول إنه من الجنس اليهودي ده جاء المسيح متجسدا. الكائن على الكل إلها مباركا إلى الأبد. يعني يحط كمان جنب في صفة التجسد إنه متجسد وإنه جه وظهر من الأمة اليهودية كشخص له جنسية يهودية أو من أصل يهودي، يقول كده: ولكنه هذا الذي تجسد حسب الجسد من اليهود هو كائن على الكل إلها مباركة. كولوس 2:9 بيتكلم عنه إنه فيه يحل كل من اللاهوت جسديا. يعني ما هواش حاجة نص نص مثلا، ولا حتة ألوهية جات له، لا ده ملء اللاهوت حل في هذا الجسد.
في يوحنا الأولى واحد، يوحنا الأولى 25، ابنه يسوع المسيح هذا هو الإله الحق. في تيموثاوس الثانية 4:1-2، أنا أناشدك أمام الله والرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. برضو التركيبة اللغوية في اليوناني لما بيحط حرف العطف ده ما بين اسمين علم الله والرب يسوع يعني حاجة واحدة. أمام الله الذي هو الرب يسوع المسيح. حاجات كتير قوي. فالكتاب المقدس قدمني بكل وضوح ان المسيح المتجسد هو الله بالكامل. عشان الكلام ده مهم قوي، لانه ده اللي انت بتبني عليه ايمانياتك نمره واحد، ده اللي تعرف تجاوب بيه على كل هجوم بيتعرض او بيوجه ضد عقيده التجسد، بيوجه ضد لاهوت المسيح وناسوت المسيح، سواء من ديانات اخرى او سواء من بعض الافكار الخاطئه الموجوده في المسيحيه او بعض الهرطقات زي شهود يهوه والاتنتست والناس. وحاجة تانية كمان هي الأخطاء الفادحة التي يرتكبها كثير من يعني اللي بيحاول يخش بدماغه كده كده وبعضلاته في الحتة دي بدون اتضاع وبدون ما يدرس وبدون ما يفهم كويس أوي. أوقات في ناس كتيرة أوي من المشاهير بيتسرعوا وبيقولوا كلمات مش مظبوطة، أرجو إن إحنا نخلي بالنا منها أوي. يكون يعني أتمنى إنه المادة اللي إحنا بندرسها ديت يعني تذاكروها تحفظوها عن ظهر قلب، لأنها أخطر شيء في مسيحيتنا كلها. محتاجين نبقى فاهمينها كويس. احفظوا الآيات، آيات مهمة جدا. الكتاب المقدس أيضا قدمه كأحد الأقانيم اللي شفناها مرارا وتكرارا لما اتكلمنا عن الثالوث وعن الله وعن الروح القدس. صيغة المعمودية وصيغة البركة الرسولية لما بيقول عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. في كورنثوس الثانية 13:14 سيرة البركة الرسولية، نعمة ربنا يسوع المسيح. ربنا يسوع المسيح. محبة الله وشركة الروح القدس مع جميعكم. واحد مع الأقانيم، أقنوم واحد من ضمن الأقانيم الثلاثة اللي هي الله الكل. المسيح له خصائص الله. دي رابع نقطة. من الكتاب شفنا هو قال إيه عن نفسه والناس قالت إيه عنه، الكتاب قال إيه عنه. أربعة بنشوف الصفات الإلهية الموجودة في شخصية المسيح. وفاكرين ما كنا بنقول مرة إنه أي حد عايز يثبت ألوهيته لازم أنسب له أول حاجة الصفات الغير أدبية أو الغير طبيعية اللي هي مينفعش تكون بنتشارك فيها مع الله، الصفات الخاصة بجوهر الكيان الإلهي، ولازم يكون عنده بيعمل الأعمال التي يعملها الله. فنبتدي نشوف مع بعض، هل المسيح عنده صفة الأبدية أو السرمدية اللي هو أزلي أبد؟ عندنا آيات كتير قوي موجودة. كلية القدرة، كلية القدرة، عنده أقام الموتى، شفى المرضى، دفع انتهر الريح، كل ده كله. وبعدين بيقول عن نفسه دفع إلي كل سلطان. هل المسيح كلية الوجود؟ كلية الوجود. أكد حيثما اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطه، في أي مكان وفي أي زمان أنا موجود، أنا معكم كل أيام وإلى انقضاء الدهر. في أفسس بيقول عنه إن هو الذي يملأ الكل في الكل. إذا كلية الوجود أو كلية الوجود. هل له صفة عدم التغير وصفة الثبات؟ قال عنه في عبرانيين إن هو إيه؟ أمسا واليوم وإلى الأبد، ما بيتغيرش. كلية العلم، كلية العلم جدا، لأنه عارف الناس بتفكر في إيه، شاف الناس عن بعد وقال إيه اللي بيحصل، عارف أفكار الناس، عرف الماضي بتاع الناس. فمثلا في يوحنا 6:64 كده، لان يسوع في من البدء علم من هم الذين لا يؤمنون هم الذين ومن هو الذي يسلمه. يقول كده في يوحنا 4:29، المراه السامريه راحت تقول للناس ايه؟ انظروا انسان قال لي كل ما فعلت، لعل هذا هو المسيح. يوحنا 1:48-49 لما راح فيلبس يكلم نسنائيل وبيقول له وجدنا مسيا اللي من الناصرة، قال له في حد يخرج من الناصرة وحد عدل؟ قال له تعالى شوف. فلما جاء قابله فالمسيح قال له هوذا اسرائيل اللي غش فيه؟ فقال له ازاي عرفته كده؟ فراح قال له قبل ان دعاك فيلبس وانت تحت التينه رايتك. فقال نسنائيل، بص رد فعل نسنائيل، بيقول له ايه؟ يا معلم انت بالله انت ملك اسرائيل. قال لانك انت عرفت عن بعد وعرفت ايه اللي بيحصل وانت ما كنتش موجود، اذا انت الله، انت ابن الله.
يعني أنت مساوي الله، أنت الله، أنت ملك إسرائيل. مرقس 2 8 يقول كده: في الوقت شعر يسوع بروحه أنهم يفكرون هكذا في أنفسهم. يعني واحد عرف الناس بتفكر بتقول إيه، من يفحص القلوب الكلى سوى الله، أما هو فعلم أفكارهم. كررت في كذا حتة. المسيح قال عن نفسه أو لقب ولقب نفسه، قال إن هو الحق، أنا هو الحق، مش حد أبدا يسمى الحق سوى الله. خمسة: المسيح يعمل أعمال التي يختص بها الله وحده. فالمسيح خلق، يوحنا 1:3: كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. كولوسي 1:16 بيقول عنه إنه فيه خلق الكل، الكل به وله قد خلق. المسيح يغفر خطايا، والعلامة اللي قالها لما كانوا بينزلوا له المفلوج وراح قال له مغفورة ليك خطاياك، فالناس بدأت تتذمر، فقال لهم إيه الأسهل، أقول للمفلوج ده قوم احمل سيدك وامشي، ولا أقول له مغفورة ليك خطاياك؟ لكن لكي تعلموا أن لابن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر خطايا، أقول له قوم احمل سيدك وامشي. أنا مرة شرحت قلتها وشرحتها تاني أقولها تاني، فبقول لهم قدام المريض ده راح قال له مغفورة لك خطاياك. فالناس استغربت اتضايقت، مين يغفر خطايا غير الله؟ فقال لهم اه صح كلامكم صح، اني اسهل اقول له مغفورة لك خطاياك ولا اقوم احمل سيرك وامشي؟ الاسهل اني اشفيه، اقول له احمل سيرك وامشي، لانه لو انا شخص عادي مش ممكن اقول له مغفورة لك خطاياك. ولما قلت مغفورة لك خطاياك ما شفتوش اي فعل حصل، ما فيش اي مانيفستيشن حصلت، لكن عشان تتصدقوا ان انا عندي السلطان كابن الانسان اني اغفر الخطايا، هقول الكلمه الثانيه، ولما تتحقق هتعرفوا ان الكلمه الاولى اتحققت، اللي ملهاش مانيفستيشن تشوفوه اللي هي غفران خطايا. فراح قالوا ايه؟ قوم احنا نسيبك وامشي. فالشخص راح قام. اذا كلمتي اللي انا قلتها اتحققت. فكم وكم الكلمه الاعظم اللي انا قلتها واللي ما شفتوش تاثيرها، اللي هي مغفور لخطاياك. يبقى انا زي ما كلمتي اتحققت، الكلمه الاولانيه اتحققت ان انا الشخص ده اتغفر له خطيئته، ودي علامه ليك عشان تصدقوا وتعرفوا ان ابن الانسان سلطان على الارض انه يغفر خطيئته. طبعا هنا السؤال المهم قوي، مين عنده سلطه غفران خطيئته؟ مفيش غير الله. فهو بيبرهن لهم ان انا عندي هذه السلطه، اذا انا الله. الله لا، الله لا يعطي هذه السلطه لاي حد. يهب الحياه، يهب الحياه، يعني عنده امكانيه في ذاته انه يعطي حياه، دي حاجه مش موجوده عند اي حد غير الله. فبيقول كده الابن ايضا يحيي من يشاء، يوحنا 10 28 يقول كده: خرافي في يدي وانا اعطيها حياه ابديه ولن تهلك ابدا. الابن يقيم الموتى، ودي من العلامات العظيمه جدا اللي حتى لما احد الانبياء عملها زمان عملها بصلاه ومعضله كبيره، لكن ده واقف كده قدام القبر بعد 4 أيام وقال كده: لعازر هلم خارجا، فخرج الميت. علامة من ضمن العلامات ليه هو 4 أيام؟ يعني قالت يا سيد قد صار له 4 أيام وقد أنت. اليهود في فكرهم كان يعني عنده فكرة إنه خلال الـ3 أيام الأولى الروح بتفضل تحوم حوالين الجسد عشان عايزة تاني ترجع. بعد 3 أيام لما ما بتفشل في إنها تعود للجسد بتبعد وتروح مكان عالم الأموات، ما بيبقاش فيه أي نوع من الأمل إنه الشخص ده يحيا من تاني. عشان كده بتقول له إيه؟ قد صار له 4 أيام وقد أنت. المسيح بيجي بعد ما العملية بتبقى على كل المستويات، ما ينفعش ماديا الشخص ده بدأت تتحدد جثته، و بحسب الفكر والمعتقد اللي كان سائد خلاص الروح فات 4 أيام ومفيش أمل إنه ممكن تحصل عودة تاني للروح للجسد. فهو جاي بيقول له أوكي خلاص كل حاجة باظت، أنا عندي القدرة إني أقيم هذا الميت من جديد. لكن مش بس يقيم الميت، لكن بيقول عنه الرسول بولس في فيليبي إنه عنده القدرة إنه يغير شكل جسد تواضعنا في مجيئه وفي قيامتنا، إنه يغير شكل جسد تواضعنا عشان يكون على صورة جسد مجده بحسب استطاعته، حسب قدراته انه يعمل كل شيء، كل شيء ممكن في قدراته. يعني المسيح سيدين الجميع، فكره الدينونه
والمحاسبة دي فكرة تعود على الله أو أمر يختص بالله وحده. في يوحنا 5 22 27 بيقول كده: لأن الآب لا يدين أحد بل أعطى كل الدينونة للابن وأعطاه سلطانا أن يدين أيضا لأنه ابن الإنسان. في أعمال 17 31 يقول: لأنه أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين المسكونة بالعدل برجل قد عينه مقدما للجميع إيمانا إذ أقامه من الأموات. كلمة برجل هنا بعض المهاجمين بيقول: اه بص بيتكلم عن المسيح ان هو رجل، ده مش اله. اه بس انت هنا بيتكلمهم في الحته دي، بيقول لهم الله جهز انه هيدين المسكونه بالعدل بواسطه رجل اي المسيح المتجسد اللي هو ابن الانسان. ايه؟ قد عينه، هو حدده، هو اقامه، هو حطه في هذا المنصب مقدما للجميع ايمانا إذ أقامه من الأموات. يعني الله بين للناس مين هو هذا الابن المتجسد، إنه قام من الموت. فقيامة من الموت دي بتوريك قد إيه مين هو الشخص ده، والشخص ده هو اللي الله حطه عشان يدين به العالم. ده مش معناه إنه رجل، مجرد رجل إنسان، لا، ده أنا بيتكلم على المسيح في تجسده. فدايما نخلي بالنا، لأنه مثلا شهود ياهو بيستخدموا الجملة دي كتير قوي، يقول لك بص بيتكلم عن الرجل، انتوا ازاي تقول عنه اله؟ لانك انت عايز تاخد ايه وتخرج بيها وتعمل بيها عقيده، لكن بص على مجمل الايات كلها، حط كل الايات جنب بعض، حط الجمله او الايه في النص بتاعها وتفهم هو بيتكلم عن مين. ايضا المسيح قال عن نفسه ان هو يرسل الروح القدس، ودي رساله الروح القدس عمل من اعمال الله الاب، هو كمان يرسل الروح القدس. يقول كده: المعزي الذي سارسله أنا إليكم من الآب. الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي. فكما أن الآب يرسل الروح القدس، هكذا الابن أيضا يرسل الروح القدس. خلينا نقف هنا ناخد بريك شوية ونستكمل حديثنا يعني بعد. طيب النقطة السادسة اللي هنتكلم فيها هي اللي تثبت ألوهية المسيح في تجسده، يعني هي إن المسيح كان بيقبل العبادة والسجود. فسواء في زهوراته القديمة في العهد القديم لما شفناه كملاك الرب أو ملاك يهوى قبل السجود وقبل الذبيحة، في حياته الأرضية أثناء تجسده قبل السجود، أيضا في مستقبل هيقبل السجود بصورة مستقبلية، وفي الحالة دي هيسجد له كل الكائنات سواء من على الأرض او تحت الارض او في السماء، كل هيسجد. يمكن احنا لينا البريفليج، لينا الامتياز ان احنا نكون بنسجد وبنعبد طوعا واختياريا عن طيب قلب وبفرح، لكن في المستقبل الكل هيسجد، رضي او مرضيش الكل هيخضع، الكل هيسجد. ودي ده بيبين لك قد ايه هو هيكون له سلطان على انك تعبد له، كل الكون هيخضع له. ففي مش بس انه قبل السجود من في الماضي او في الحاضر او في المستقبل، لكن تعال نبص مع بعض هتلاقوا انه المسيح قبل السجود من الملائكه. في عبرانيين 1:6 بيقول كده: وايضا متى ادخل البكر الى العالم يقول: ولتسجد له كل ملائكه الله. لو افترضت انه الانسان ممكن يخطئ ويسجد ويعبد إنسانا آخر، هذه الصفة لا يمكن أنها، أو هذه الحماقة لا يمكن أنها تنسب لملائكة. مش ممكن الملائكة تسجد لحد تاني ولا الملاك تاني، لكن لابد أنها تسجد إلى الله. عشان كده لما أجي النص زي عبرانيين 1:6 بيقول كده: وأيضا متى أدخل البكر إلى العالم يقول: ولتسجد له كل ملائكة الله. إذا الملائكة هنا تقدم السجود والعبادة لشخص الرب يسوع المسيح. قبل السجود من الناس في متى 14 33: والذين في السفينة جاءوا وسجدوا له قائلين: بالحقيقة أنت ابن الله. السجود كان مصحوب باعتراف ألوهية المسيح. في يوحنا 9 38 لما الرب فتح عينين المولود أعمى وقابله بعد كده فبيقول له: أتؤمن بابن الله؟
فقال له: مين هو يا سيد؟ فقال له: أنا هو الذي أكلمك. فيقول عنه إيه؟ أؤمن يا سيد، وسجد له. فالشخص الأعمى ده آمن بمين؟ آمن بابن الله وسجد، قدم السجود لابن الله. إذا المسيح قبل العبادة في أثناء حياته، قبل السجود في أثناء حياته. لو المسيح لم يكن الله فما كانش ممكن إنه يسلب هذا الحق أو يعني يقتنص هذا الحق برغم عنوة، يعني زي ما بنقول، أو وجه حق، لكن لأنه إله حقيقي، لأنه يستوجب السجود، يستوجب العبادة، فهو قبله بكل بساطة، بكل سلاسل أنه الله. هتشوف إنه السجود هنا، حتى سجود البشر دول، سواء الناس اللي جت في السجن أو الراجل اللي هو أعمى، سجود مصحوب باعتراف ألوهية المسيح إن هو ابن الله. المسيح يقبل السجود في مستقبليا، فمن كل الخليقة أصلا هيتقال عنه كده انه في فيليبي 2:10: لكي تغسو باسم يسوع كل ركبه مما في السماء ومن على الارض ومن تحت الارض. هيقبل السجود من الكائنات السماويه. فلما بنشوف في الرؤيه، شوف الرؤيه، بنشوف انه الاربعه حيوانات اللي بيمثلوا الكروبيم او الانواع من الملائكه المتقدمه جدا او الخاصه جدا امام عرش الله، الملائكه ال 24 شيخ كلهم يسجدوا قدام مين؟ قدام الحمل. خرت الأربعة حيوانات و24 شيخ أمام الحمل، أمام الرب يسوع المسيح. فالمسيح قبل السجود في الماضي، قبل السجود في الحاضر، وسيقبل السجود أيضا في المستقبل. بكده نكون أنهينا الجزء بتاع ألوهية المسيح في التجسد. طبعا إحنا لما كنا اتكلمنا قبل كده عن الله الثالوث، اتكلمنا عن ألوهية المسيح وعن ألوهية أقنوم الأب. الحته دي بتختص شويه اكتر بالوهيه المسيح في اثناء تجسده. ف الرد على السؤال اين قال المسيح انا هو الله فاعبدوه، اعبدوني، انا بقدم هنا النص، يعني بقى لنا اكتر من ساعتين بنتكلم على الوهيه المسيح في اثناء تجسده من النصوص الكتابيه اللي موجوده عندنا. مش محتاج المسيح يجي واحد: تعالى تعالى خد، تعالى تعالى اسجد لي عشان انا الله. لكن المسيح أظهر نفسه هو الله، عشان كده كان السجود رد فعل طبيعي للناس، وكان السجود رد فعل طبيعي لملائكة، وهيكون رد فعل طبيعي أيضا في المستقبل إنه الناس تسجد والكائنات السماوية تسجد لشخص الرب يسوع المسيح. في السورة الثالثة نتكلم فيها عن ناسوت، عن تجسد المسيح، هنتكلم على ناسوته، أو بنقول بنسميها the perfect humanity of Christ، الناسوت الكامل للمسيح، أو الطبيعة الإنسانية الكاملة للمسيح. دي نقطة حساسة أوي، زي ما شفنا هي نقطة مهمة جدا، النسوت نقطة مهمة جدا. ودي الحاجتين اللي دايما بيتخبط فيهم الهرطقة والمهاجمين، يا يقول إن هو نسوت مش إله، أو يقول إن هو إله مش نسوت. حالتين غلط، حالتين خطأ. شفنا الألوهية الكاملة، هنتكلم دلوقتي على النسوت وهنكمله المرة الجاية في المحاضرة. أول حاجة نتكلم عنها في الناسوت هو فعل التجسد. إيه فعل التجسد ده؟ إيه المقصود بيه فعل التجسد؟ إنه المسيح الله الروح ياخد جسد ويصير في الجسد ويدخل حيز الوجود البشري، المنطقة بتاعتنا، وصدق فعل التجسد الإنكارنيشن. فبيقول لي في يوحنا 1:14: والكلمة صار جسد. اخواتي 4:4 بيتكلم عنه انه في ملء الزمان ارسل الله ابنه مولودا من امراه مولودا تحت الناموس. حنا في تيموثاوس 3:16: الله عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. هنحط سؤال: هل معنى ان المسيح صار اخذ الطبيعه الجسديه، هل معنى ده انه طرأ تغيير على الله؟ اذا كنت بتقول ان الله لا يتغير، الله ثابت، هل فعل التجسد اجرى تغيرا على الله؟ سؤالا خليك كيب ان تحتفظ بيها، نكمل هيبان لنا واحنا شغالين، او على الاقل يمكن يكون احد الديبيتس اللي محتاجين نكون بندردش فيها مع بعض. هل التجسد أجرى تغيير على الله؟ طبعا لا، بس يعني
كيب ان مايند الفكره. ففعل التجسد ان المسيح اخذ جسد، او الله اخذ جسد ودخل في حيز الوجود الانساني بطبيعه انسانيه كامله علشان يجي يعيش وسطينا ويبقى واحد مننا مع عدد الخطيه. ده فعل التجسد. طب ازاي وسيله التجسد؟ ازاي الله اخذ الجسد؟ الله اختار ان يكون بتتم العمليه عن طريق الميلاد العذراء، يعني تولد من عذراء من خلال مريم العذراء وبدون زرع بشر، يعني ممكن تدخل رجل. ودي الوسيله اللي الله حددها. طب هو ما كانش ربنا قادر يعمل حاجه تانيه؟ قادر يعمل حاجات تانيه كتير قوي. كان ممكن تلاقي المسيح ده حد ظهر فجاه صوره معجزيه، فجاه كده لقوا حد طالع جبل من الميه نازل من السماء. بس الى اي مدى كان هيبقى عندنا تصديق في ناسوت هذا الشخص؟ ومنين جاب الناسوت؟ منين جاب الطبيعه البشريه؟ هتعتبره ان هو كائن فضائي هبط من الفضاء؟ هتعتبره شيء اسطوري ظهر؟ لكن منين تضمن، منين تقول وتتاكد وتؤمن بأن له نسوت وطبيعة إنسانية زي طبيعتك؟ هتقول لا مش أكيد، مش معنى إن أنا لمسته معناه إن هو إنسان، مش معنى إن أنا لمسته معناه إن هو أخذ جسد زيي، ممكن يبقى كائن هبط من المريخ مثلا. كان ممكن الله يعملها، كان ممكن يعملها، بس هو اختار طريقة ليجل، طريقة قانونية وطريقة ذكية جدا انه يكون فعلا بيدخل حيز الانسانيه من الباب الانساني مش من اي باب خرافي. فاختار انه يتولد، ولكن الميلاد هنا ميلاد بطريقه معجزيه. الميلاد بطريقه معجزيه هنشوف انه كان له سبب وكان له هدف، مش مجرد انه يقول انه انا دخلت بطريقه معجزيه، لكن الطريقه المعجزيه بتضمن عدم وراثته للخطيه وعدم وراثته للطبيعة الفاسدة. عشان كده كان لازم يتولد من امرأة، اللي قاله في أول سفر التكوين ده الحق في الميلاد العذراوي، يتولد من امرأة عشان ياخد الطبيعة الإنسانية لكن بدون تدخل أب بشري لئلا يرث الطبيعة الفاسدة من الأب. طيب السؤال اللي سألته، هل التجسد أجرى تغيير على الله؟ لا، ما أجراش تغيير على الله، لكن التجسد أصبح حالة مستمرة ودائمة وأبدية لربنا يسوع المسيح. بمعنى الرب يسوع المسيح من ساعة لما اتجسد، من ساعة لما اتولد من عذراء، من ساعة لما حبل به في بطن عذراء مريم، يفضل مستمر إلى الأبد وهو متحد بجسم بشريتنا، متحد بنسوتنا. علشان كده يوحنا لما شاف الرؤيا شاف ايه؟ شاف الحمل القائم وكأنه مذبوح. شاف، عرفه، شاف وهو واقف وسط المناير السبعه وموسم الكواكب سبعه، شايفه وعارفه. يتكلم عنه في الابديه، يقول عنه ان المسيح والخروف هو سراجها. يتكلم عنه ان هو العريس اللي هتزف بيه العروسه اللي هي الكنيسه. فالحالة بتاعت التجسد حالة مستمرة، فالمسيح مستمر بالتجسد، مستمر بالجسد، رغم انه الجسد اللي صعد بيه طبعا هو الجسد الممجد، لكنه الجسد البشري الممجد اللي احنا هناخد واحد زيه لما نقوم، ومستمر بيه للابد وهيفضل موجود بيه معاه للابد. فدي الروعة بتاعت التجسد، انه مش اخد قالب جسم، دي الفكره الخطا، اخد جسم كده وراح لبسه شويه كمل بيه الفداء وراح رميه وطلع تاني. لا، العبقريه والعظمه بتاعت الله انه بيتحد بالانسانيه من ساعه ما هو جنين في بطن امه الى الابد. فتبقى ضامن ان انت الله اتحد بيك، الله وحد يعني ضمك ليه. فالمسيح ما انفصلش عنه، ما ينفعش ينفصل. ما ينفعش دلوقتي اللاهوت يفارق الناسوت. عشان كده ايماننا بيقول ايه؟ ان لاهوته لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين. فيفضل المسيح متحد بالناسوت ده الى الابد، الى الابد.
مدلول التجسد وأهميته. بالنسبة لناسوت المسيح، المسيح صار له ناسوت إلى الأبد، فبقى له طبيعة إنسانية متحدة بيه، أو الله اتحد بطبيعة إنسانية وتفضل معاه إلى الأبد. نشوف في تيموثاوس الأولى 2:5 الآية الشهيرة: يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس، الإنسان يسوع المسيح، أي المسيح في تجسده. فشو يهوى بيلعبوا بالكلمة دي ويقول لك إنه أهو بيقول عن المسيح إنه إنسان، إحنا بنتكلم عن المسيح في تجسده. الله الذي صار إنسانا، عشان كده بيقول عنه إله واحد ووسيط واحد، هو ده بين الله والناس. يعني لو كان بين الله والناس ما ينفعش يقول يوجد إله واحد. لو كان بيقول بين الله والناس يوجد وسيط هو الإنسان يسوع المسيح. لو الإنسان يسوع المسيح ده ما هوش الله، ما ينفعش يحط في الجملة دي في الأول يوجد إله واحد. بالنسبة للميلاد العذراوي، بشريا المسيح اتولد ميلاد طبيعي جدا كامل جدا زي أي طفل متولد ما عدا الخطية. فهو أخذ فترة حمل 9 شهور، طبيعي جدا. اتولد طبيعي جدا، غزة طبيعي جدا، كبر طبيعي جدا، كل حاجة ما عدا الخطية. جاع، عطش، اتعلم، كان بينمو في القامة، بينمو في الحكمة، بينمو في المعرفة. بالنسبة لأسس الإيمان بتاعتنا، التجسد ده هو أهم حقيقة، أهم العقائد الأساسية في كلمة الله، لانه عليه بتبني بقيه الحاجه، عليه بتبني الفداء، عليه بتبني الالوهيه، عليه بتبني الخلاص بتاعك، عليه بتبني الابديه بتاعتك، كل حاجه في الدنيا على تجسد المسيح. اتفضل. أنا مش قادرة أفهم موضوع إن المسيح ناسوته أبدي، تجسده أبدي، مش قادرة أفهمها كده. لما المسيح اتجسد اخذ جسد حقيقي، اخذ ناسوت حقيقي. انا كلمه ناسوت افضلها عن كلمه جسد. كلمه جسد معناها بس اللحم، ناسوت معناها الطبيعه البشريه. هل المسيح لما قام من الموت قام بجسد طبيعي ولمسوه ولا لا؟ لو طبيعي وكان بيدخل والابواب مغلقه، مش اقصد جسد انساني، انا بقول جسد ممجد، بقول جسد ممجد ان هو جسد انساني لكن له مواصفات جديده. مفهاني؟ مواصفات جديده. المواصفات الجديده دي ما خلتوش بقى شبح. المواصفات الجديده دي خلت الجسد ده عنده امكانيه تختلف عن امكانيه الجسد الحالي، لكنه جسد انساني. وده اللي انا هتحول اليه، او ده اللي انا هقوم عليه في القيامه. يعني يغير شكل الجسد تواضعنا، يكون على صوره جسد مبني. بس ده قبل القيامه. احنا بعد القيامه ما نعرفش الجسد بقى شكله ايه. طيب، واحده واحده. لانك انت بتقول التجسد اصبح حاله مستمره ودائمه وابديه لربنا يسوع المسيح. نعم. حاضر، نشرح الكلام، حاضر، واحده واحده. المسيح دخل حيز الوجود الانساني عن طريق التجسد، وانه اخذ ناسوت من العذراء مريم، صح موافقاني؟ عاش 33 سنه. الانسان طبيعي جدا على الارض، اكل وشرب وتعب ونام واشتغل وكل حاجه، صح؟ اكل وكله، يا اوكي. حصل انه مات على الصليب. واتدفن في القبر 3 ايام. صح. لكنه قام. السؤال هنا، هل قام جسد ولا قام شبح؟ قام بجسد ما نعرفوش شكله ايه. طيب، ما نعرفوش شكله ايه. هل عندي في الاناجيل في قصه ما بعد القيامه معلومات عن هذا الجسد؟ بعد القيامه لا، بس ما بين اي مين بعد القيامه، ايوه، ان هو جسد طبيعي بدليل ان توما لمسه. لا بس مشكور. طب استنى، لما هو قام كانت الاكفان ملفوفه، يعني زي ما هي، يعني حاجه اتسلتت، ما كانتش في اي لخبطه في الاكفان ولا اي حاجه، يعني حاضر. فاهم قصدي؟ خلينا نمشي مع بعض واحده واحده. في حاجه طلعت من اول الاكفان. حاجه طلعت من جوه الكفن. بالظبط. حلو. ما كانش يقول الحاجه دي. حاضر. حاضر.
اوكي الحاجة اللي طلعت جوه الكفن دي. أنا هفترض حاجة من الحاجتين، هفترض إن المسيح طلع شبح روح يعني، أوكي؟ الجسد بقى اللي كان لسه دافنينه من 3 أيام ده راح فين؟ ده سؤال. حتى لو كان طلع انا معاك ان هو بعد القيامه بالجسد طبيعي، بدليل انه لما الناس شافوه ولمسوه. بتكلم على بقى الشهود. طب انا عايز اعرف ازاي قام والاكفان كانت موضوع، يعني انت جاي تسالي يعني ازاي قام والاكفان موضوع، مش ازاي قام، ازاي قام من اصله، لا ازاي قام من اصله، تقولي ازاي طلع منها، ازاي مكتوفه زي ما هي، زي ما اتحطت، يعني ما فيش واحد هيقوم الا ما يلخبط حاجه ولا الحاجات دي تقع من على الارض حتى ولا جوه المسجد. لا هي صعوبه في انه ما يلخبطش الاكفان، ولا صعوبه ان هو يقوم من اصله. يعني العجاز ان هو قام، هو قام، احنا عارفين انه قام، انا عارفه ان هو قام، وانت كلنا مؤمنين بكده. حق. خلينا نمشي واحده واحده بقى. الفكره ان هو قام من الاكفان، اوكي، ده دليل على ان هو زي ما انت بتقولي كده انه حد طلع من هنا، وطلع بكل بساطه بكل سلاسه، اوكي، قام بالجسد. الجسد اللي قام بيه اسمه جسد الممجد. ايه الفرق بين الجسد الممجد وبين الجسد بتاعنا؟ الفرق انه ده ما بيموتش، ما بيعياش. الجسد الجديد ده بيقول لهم كده لحم وعظم. جسدك انت دلوقتي لحم وعظم ودم، الدم اللي فيه الحياه بتاعتك. الجسد الجديد، جسد الممجد، جسد ما بيعياش، ما بيتعبش، ما بيموتش. جسد عنده امكانيه التحرك في حركات غريبه، يعني يقدر يروح في حته ويقوم بسرعه، يقدر يخش الابواب مغلقه. لكن الدليل على ان هو جسد حقيقي ان التلاميذ لمسوه وقال لهم تعالوا المسوني حطوا ايديكم، شافوه وعرفوه ان هو اكل معاهم، لكن كان عنده امكانيه الظهور والاختفاء. ده اللي احنا بنعرفه من الكلام. بس في طب ادوني فرصه اخلص كلامي وبعدين. المده المعينه دي كانت لغايه 40 يوم، مش كده؟ المده المعينه كانت 40 يوم، اللي هي من ساعه قيامته لغايه لما هيصعد. كان بيظهر لهم، كان بيكلمهم، كانوا بيتعرفوا. خلي بالكم في الاول ان هم خافوا وافتكروا ان هو شبح، قالوا ان هو روح، فقال لهم تعالوا بسوني عشان تتاكدوا ان انا مش روح، لان الروح ما عندوش جسم زي ما عندوش لحم وعظام، فاتاكدوا. اكل معاهم، شرب معاهم، علمهم، كلمهم، كان واعي وكانوا واعيين له. اوكي؟ بعد 40 يوم راح معاهم على جبل الزيتون، ده اللي بيقول لنا اول اصحاح في سفر الاعمال. على جبل الزيتون بدا يكلمهم على اللي هيحصل مع مدير روح القدس، استنى روح القدس. وبعدين ابتدى يعمل ايه؟ يرتفع من امامهم من على جبل الزيتون، فشايفينه واقف معاهم، ابتدى يصعد، ابتدى يصعد تدريجيا، وفضل محققين في السماء لغايه لما جت السحابه وخدته بعيد عنها. فالمسيح ما حصلش حاله اختفاء فجائي، لكن عمل ايه؟ بدا يطلع زي الطياره كده، بتعمل كيك اوف، طلع لغايه لما دخل في السحاب واختفى. الملائكه قالت لهم ايه؟ واحد 11 اعمال واحد 11 بتبصوا على ايه؟ مسيح يسوع المسيح ده اللي مشي عنكم، ده اللي اختفى عنكم او اتصعد من قدامكم، هيجي تاني زي ما انتوا شفتوه نفس الطريقة. خلاص؟ مش بس كده. بنشوف ايه؟ بنشوف انه بعديها في استشهاد استفانوس، استفانوس بيشوفه جالس عن يمين العظمة، جالس عن يمين الله. بولس بيقول عنه انه بعد ما تم الخلاص، تم الفداء، جلس عن يمين العظمة في الأعالي. اوكي؟ بيقول انه كمان انه هيجي تاني. مجيئه الثاني سترى كل عين وستنوح عليه جميع قبائل الارض، هيعرفوه ويعرفوا مين اللي طعنوه. يقول عنه في النبوة كده سينظرون الي الذي طعنوه. صح الكلام؟ الايات دي موجوده ولا لا؟
موجودة في حد فتح، طب في حد فتح بس المايك وابتدي اقفله لغاية ما خلص عشان الايكو مزعج قوي. انتوا معايا في الحتت دي كده؟ المسيح صعد بالجسد وجلس عن يمين العظمة في الأعالي بالجسد، فشوهد في يمين العظمة من خلال استفانوس ومن خلال أيضا كتابات الرسل، سواء في الأعمال أو في الرسائل. لما بيتكلم عنه إنه جاي تاني، جاي إزاي؟ جاي في الجسد، لأن النبوة اتكلمت عنه. لما نقرأ كده في زكريا 12 بيتكلم عنه إنه هيجي تاني وهيجي على جبل الزيتون في زكريا 14، وهتطأ قدماه جبل الزيتون. لو ده روح ملوش جسد يبقى ازاي له رجلين؟ يعني لو فتحته معايا في سفر زكريا اصحاح 10 اعتقد آية 4، وتقف قدماه في ذلك اليوم على جبل الزيتون الذي قدام اورشليم. يبقى هو بيحدد، وبعدين بيحدد الجبل وبيحدد هيتشق ازاي ويتحرك ازاي. لو انا بتكلم عن ان المسيح في صعوده كان روح فقط وساب الناسوت، ماشي ده رأيك، بس تعال نشوف الكتاب بيقول ايه. الكتاب بيقول انه جاي تاني ورجليه هتيجي على جبل الزيتون مطرح ما صعد بالظبط، جاي تاني، ده حسب شهادة الملائكة. يبقى اذا المسيح ما زال بالجسد. بيقول عنه في أفسس انه نحن اعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه، وبيقول عن الكنيسة ان هي جسده. فالاحتفاظ بتاع المسيح بالناسوت دي حاجة يعني رفعت من شأننا إلى أقصى درجة، إن يبقى جسمنا طبيعتنا الإنسانية الله رفعها بدل محتفظ بيها معاه إلى الأبد، متحد بيها إلى الأبد. حاجة تفرحك أنت وحاجة ترفعك انت وتعزيك انت قوي، انه هو شايلك، هو حملك. عشان كده المسيح دلوقتي بقى ايه؟ رئيس كهنة، لانه حاسس بينا واخدنا فيه، شايلنا فيه وداخل بينا. رئيس الكهنة في العهد القديم كان يرتدي ثياب لها معاني وليها رموز، وكان يكتب اسماء الاسباط عبارة عن 12 حجر على صدره، حجرين على كتفه، كل واحد عليه 6 حجارة، وداخل بيها قدام الحجاب يصلي علشانهم او يحملها. النهارده رئيس الكهنه الحقيقه مش بيحمل اسماء على كتفه، ده بيحملنا فيه هو، في طبيعته هو، اتحد بينا هو. عشان كده لما بيخش قدام الاب بيخش بصفته ابن الانسان اللي ما زال ابن الانسان. المشكله جايه منين؟ المشكله جايه من التعليم اللي احنا تعلمناه طول حياتنا على كلمة الجسد الروحاني والجسد النوراني. الكلمتين دول صحيحين وفيهم خطورة شوية لو أنت مش فاهم يعني إيه جسد. جسد النوراني وجسد النوراني مش المقصود بيه إن المسيح بقى عبارة عن فلاش لايت أو عواميد كده أو روح له شكل زي ما يكون شبح بيسوع، لا. جسد روحاني او جسد نوراني معناه الجسد الممدد اللي يعرف يدرك الابعاد الروحيه، يعرف يعيش في الاجواء الروحيه اللي في السماء. خليني اقولها بطريقه يمكن ملموسه او ماديه شويه. احنا كبشر وبني ادمين عندنا حيز معين من الفريكونسي بنشوفه وبنسمعه. في بعض الحيوانات وبعض الحشرات بتشوف حاجات في فريكونسي اعلى مننا او اقل مننا، يعني الاطوات بيشوف حاجات انت ما تشوفهاش، الناموسه بيشوف حاجات انت ما تشوفهاش. بيسمعوا حاجات احنا ما نسمعهاش. فتخيل ان انت صار ليك الامكانيه انك تسمع مدى اكبر وتشوف مدى اكبر، فتقدر تشوف الحاجات اللي هي بيسموها الفوق الحمراء وتحت، مش عارف فوق البنفسجيه وتحت الحمراء، الحاجات دي. فبقى عندك امكانيه تشوف مساحه اكبر من الرؤيه غير الفريكونسي المحدود بيها. ده اللي بيقصده بكلمه روحاني، جسد روحاني، جسد يدرك الروحيات. بس هو في ذاته جسد ممجد اسمه.
ده اللي بيقوله بولس في افسس 3 21، انه احنا منتظرين من السماء يسوع اللي هيجي يغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صوره جسد مجده. اذا جسد ممجد اخذ المسيح اول واحد كبكوره من الاموات، لان احنا كمان هناخد هذا الجسد ونكون مثله لاننا سنراه كما هو. ففكره القيامه ارجو انها تكون بتوصل كويس، وارجو انه فكره ان هو صاعد وجالس الان في السماء بجسد ممجد دي ما تخليكش تتخض، بالعكس تخليك تمجد الله، لانه الجسد ده هو جسدك وجسدك وجسدي اللي احنا في يوم من الايام هنناله ونكون على صوره جسد مجدي. ارجو اكون وضحت الفكره. في أي سؤال تاني في النقطة ديت؟ مجد وإلهام أوكي، الإجابة ساتيسفايد يعني بالإجابة ولا لسه؟ طيب. أنا أوكي إلهام أوكي، لكن مجد مش طيب. أوكي يا مجد طيب. هنمشي مع بعض واحدة واحدة، هنمشي مع بعض واحدة واحدة. بيقول بالنسبه للاسس ايماننا، معلش في زمان تاني مليان في اسمه. الجسد هو اهم، التجسد هو اهم العقائد المسيحيه اللي بتبني عليه كل العقيده المسيحيه، مهم قوي الخلاص والفداء والمجيء الثاني، كل حاجه مرتبطه بيه. عشان كده لو احنا مش فاهمين قوي العقيده دي محتاجين يعني نخلي بالنا نفهمها كويس، مشكله التجسد. طيب رابع نقطة هي الميلاد العذراوي، إيه بقى حكاية الميلاد العذراوي؟ وإزاي ده حصل؟ وليه؟ الميلاد العذراوي بالنسبة للمسيح سهل إنه المسيح ياخد نسوت، ياخد طبيعة بشرية. فسهلت عملية اتحاد اللاهوت الكامل في النسوت الكامل. فلما نيجي نشوف الكلام اللي قاله الملاك في العذراء مريم، قال لها إيه؟ قلت عليه ظللك، الروح القدس يحل عليك، وقوة العليل في ظللك، عشان كده القدوس المولود منك يدعى ابن الله، فعملية إنه الله يجي ياخد جسد ويكون هذا الجنين في بطن المطابة العذراء مريم، ده عملية الميلاد العذراوي أو الحبل العذراوي. بعض اللاهوتيين بيفضلوا كلمة الحبل العذراوي أو الحمل العذراء يعني. فده سهل عمليه اتحاد النسوت الكامل باللاهوت الكامل في شخص يسوع المسيح. وامكن ان المسيح ياخد نسوت طبيعه انسانيه ما فيهاش الخطيه. لان الخطيه موروثه من ادم، اقصد مش بس العقاب او يعني مش بس دينونه الموت اللي جت علينا كلنا، لكن الطبيعه الفاسده. احنا بنتولد بالطبيعه فاسده زي ما بيقول داوود في المزمور 51، بالخطيه حملت في امي، يعني انا مولود هي الخطيه، هي كيان الخطيه. ده ورثته من عمليه التزاوج الطبيعي بين اي اب وام وبيولدوا ولد، فانا ورثته عن ابويا. لكن هنا المسيح اخذ جسد طبيعي جدا زيي وزيك، لكن بدون زرع بشر، عشان كده ما ورثش في كيانه الانساني في نسوته، ما ورثش الميلاد، ما ورثش الفساد الكودي اللي كان اللي ورثه كل انسان. فانا مولود بالفساد لاني مولود بالطبيعه كانسان من اب وام بشريين، وهم كمان وهم لغايه ادم، فكلنا ورثنا من ابائنا هذه الطبيعه الفاسده، عشان كده محتاجين للخلاص. اما يسوع المسيح فهو لم يرث هذه الطبيعه الفاسده، شبهنا في كل شيء ما عدا الخطيه. طب حصل ده ازاي؟ انه ياخد جسد من ام بس بدون ما يكون في اب بشري يتدخل في الموضوع. دي النقطة الثانية. النقطة الثانية وأهمية الميلاد العذراوي إنه ده بيظهر لي إنه الخلاص اللي الله بيقدمه ملوش مفيش للإنسان أي تدخل فيه. فاكرين المبني للمجهول في الجملة في الآية بتاعت نعطى ابنا، يولد لنا ولد ونعطى ابنا. هيجي لنا. هيجي لك إزاي؟ مش أنت اللي هتولده. ده هيجي لك، ستعطى ابن. هنا الآية دي بتبتدي تاخد صورتها الكاملة أو تاخد نفهمها كويس، إنه إيه؟ إنه الإنسان ملوش أي دخل في إنه المسيح يجي. الإنسان ما يقدرش يتدخل ويولد مسيح،
ده الله هو اللي هيعمل ده، والله هو اللي هيعطينا هذا الإيمان. عشان كده الله هو اللي تدخل بشكل معجزي، وروح القدس حل على عذراء مريم واخذ من احشائها وعمل جواها هذا الجنين. فالتجسد عمليه طبيعيه جدا لكن بدون تدخل رجل. عشان كده الكتاب بيؤكد على عذرانيه العذراء مريم. بعض الناس الليبراليين واللاهوت الليبرالي حاليا بينافوا الكتاب، يقول لك ما ينفعش كده، ما فيش حاجه اسمها ميلاد عذراء. احنا بنقول لا، الكتاب المقدس يؤكد على ان العذراء المطوبه مريم حبل بها من الروح القدس بدون تدخل اي بشر. فكان مهم قوي ان نبقى فاهمين النقطه دي، لان كان نعم ممكن ايه؟ ممكن اسال سؤال من فضلك؟ لما نقول ان يسرت ان يكون ناسوت المسيح خاليا في الحته اللي هي بنقول فيها يسرت ان يكون ناموس المسيح خاليا من الخطيه الموروثه، طب طبعا حاشا للرب من اي خطيه، لكن مريم كانت انسانه عاديه وكانت اكيد طبعا بالطبيعه هي خاطئه او يعني فيها خطيه. بس ازاي بنقول احنا ان الحبل العذراوي يسر ان الناموس يعني ناموس ناسوت المسيح سوري يكون خالي من الخطيه الموروثه؟ انا عارفه طبعا ان ده يعني انا مؤمنه ايمان كامل حاشا للرب ان يكون في اي خطيه، بس ازاي ان مريم يعني بحبلها ده تيسر العمليه دي؟ الوعد كان ايه؟ نسل المراه مش كده؟ لا، الخطيه بتحصل ازاي؟ الخطيه بتتورث ازاي؟ ان الاب والام البشريين اوكي يتلاقوا مع بعض وينتج عن ذلك جنين او طفل. فهنا الاب الدور الزرع البشري هو اللي ورث العمليه. لكن انا اجي اخد الجسد او اخد الطبيعه الجسديه من العذراء مريم بفعل الروح القدس. اوكي. هنا العمليه تمت عمليه الهيه. مش انه رجل اتحد بامراه. يعني مش مجرد اتنين اتجوزوا. في الزواج الاب بيورث ابنه، لانه ده فعل الزواج ده كانه بورثه الجينات بتاعتي، فانا ورثته اللي انا ورثته من ابويا ادم. ورثته الفساد. فلما يجي واحد زي داود يكتب يقول كده والخطيه حبلت بي امي. يعني انا اتعجب، يعني انا طبيعتي فاسده من اصل ابا عن جدا، يعني من متوارثه من الاباء. لما ندرس المره الجايه في الخلاص هنشوف ازاي الطبيعه الفرديه بتتورث عن طريق الاباء من الاب. عشان كده الرب من البدايه اختار انه يقول لك اناث للمراه. فاذا في عمليه انسانيه او تانس بدون زرع بشر. زرع البشر ده او التلاقي الجسدي من رجل وامراه هو ده اللي بينتج عنه جنين، لكن بيحمل الطبيعه الادميه هي الطبيعه الفاسده. هنا ظهر جنين لكن بدون زرع بشر، عشان كده مش بيحمل الوراثه، ما بيحملش العامل الوراثي بتاع الطبيعه الفاسده. فده اهميه النبي العذراوي، ان هو المسيح اخذ يسوع كامل بدون ما يكون بيرث الخطيه الاصليه او الطبيعه الفاسده اللي بنقول عليها الطبيعه الخاطئه، او زي كل واحد فينا ما بيورثها من مجرد ولاده من اب وام بشريين. يعني احنا ممكن نرد لو على حد مثلا بجادل سوري مريم كانت مجرد وعاء، يعني مريم المطوبه بس كانت مجرد وعاء حبلت يعني بالطريقه المعجزيه دي باراده الله حسب خطته، يعني ملهاش اي دخل في العمليه غير انها بص حملت الجنين ده. يعني بص انا طبعا هي في كل الاحوال هي ملهاش اي دخل انها تعمل حاجه، لانه بقول لها انت منعم عليك. انا يعني كلمه الوعاء مش كلمه، حتى مش كلمه كتابيه، يعني الكتاب بيتكلم عنها باكرام، بيتكلم عنها انه منذ ان جميع الاجيال كانت تورد. ف اوقات بنستخدم مصطلحات يمكن تكون شويه محتاجه شويه يعني. ف الكلام اللي ظهر في الانجيل وفي البشاره بيقول ان الله هو اللي اختارها وانعم عليها بهذا الشرف. اي نعم، هي 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 دورها ان هي قبلت هذا العمل، قبلت ان يحصل ده فيها. اوكي؟ قبلت ان هي
تتعرض لخطوره لمخاطر انها كانت ممكن ترجم يعني عذراء حبلى انها ممكن تتهم بانها ارتكبت فعل زنا. لكن المتواضعه قالت انا امل خطاب ليكن لي قول، فهي قدرت تكون ده. بعض الناس بتروح في حته ثانيه تغالي تقول ان لو ما كانتش العذراء قبلت فكان الله يحتار. طبعا ما بنقولش الطرفين، ما بنقولش ان هي مجرد اناء، ولا في نفس الوقت نقدر نقول ان هي لو كانت رفضت كان ربنا هيحصل له مشكله وما هيدور على حد غيرها. يعني الموضوع مش كده قوي، يعني محتاجه الدنيا تبقى دايما بنتكلم على سلطان الله، بنتكلم على كمان قبول الانسان ودور الانسان. ففي هنا قبول من دور الانسانه العذراء مريم المطلوبه ان هي قبلت هذا التحدي وهذا الشرف وهذا الخطوره حقيقه يعني. لكن كمان من الجانب الثاني هناك انعام من الله على هذه الفتاه الجميله البريئه الطاهره اللي اختارها انها تكون الام. فما بنحبش نروح في اي طرفين مغالاه، لا نأله العذراء ولا كمان نحط من شأنها، لانه الكتاب بيقول كده انه جميع الاجيال تطوبها. فلازم نكون بنقدم الموضوع بشكل متسق تماما. الهام اتفضلي. هاي باسم، في سؤال تاني على الخطيه هي بتاع الموروث. موروث. هل هي خطيه الزوج، يعني احنا جينا من خطيه بابا وماما مع بعض، ولا من خطيه ادم الموروثه؟ لا 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 دي مهمه قوي. بعض الناس لما بتقول ان خطيه حملت دي امي معناها انه ارتكبوا خطيه زنا. لا 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 طبعا لا، ده منتهى الخطوره اقول الكلام ده، لان الله قدس فعل الزواج. ده شريعه الله، ده قانون الله. اوكي، لكن فكره ان خطيه حملت دي امي معناها ان انا وانا صغير في بطن امي وانا بتكون في بطن امي انا موجوده جوايا الطبيعه الفاسده من سقوط ادم، سقط وفسد. اوكي ماشي الحال. ثانك يو. ماشي جميل. اوكي يا حبيبي. اوكي طيب، واحنا بنقول نبص بصه مظبوطه على شخصيه العذراء متواضعه مريم، وقلت ما نغاليش ونروح في الجهه بتاعت كان ربنا هيحصل له مشكله كبيره قوي لو عذراء. قالك لا، انا سمعتها من احد الناس يعني، ويعني كانه بيقول ربنا انت كان لازم تشكر ربنا ان هي وافقت يعني. وانا كمان اروح في الطرف الثاني ان انا احط من شانها، لانه الكتاب بيوصينا انها بتقول كده انها متواضعه من جميع الاجيال. لكن هناك فكر مغلوط على الحبل العذراء. الفكر المغلوط ده ظهر في القرن ال 19. بيقول ايه الفكره؟ فكره دماغيه يعني، فكره طالعه من الدماغ مش طالعه من الكتاب. بيقول ازاي كان ممكن المسيح يتولد من واحده بتحمل الطبيعه الفاسده؟ لانها انسانه طبيعيه جدا. اذا كان لابد ان، بص الفلسفه مشيت ازاي؟ اذا كان لابد ان الله ينقي هذا الاناء ويشيل منه الطبيعه الفاسده، فتولد العذراء مريم بدون خطية أصلية. وتسمت ده عقيدة الحبل بلا دنس. يعني إيه الحبل بلا دنس؟ إنه العذراء مريم حبل بها بدون أن ترث الخطية الأصلية. الفكرة تبدو فكرة جميلة، لأنه هو عايز يقول إنه مش ممكن الله القدوس يجي من إناء بشري في الطبيعة الفاسدة، فلا بد انه كان في تدخل بشكل ما عصم او عتق العذراء مريم من الخطية الاصلية، عشان كده تحصل تبقى هي حبل بها بلا دنس. وتسمت العقيدة دي Immaculate Conception. Immaculate Conception انه العذراء حبل بها بلا دنس. وتم الاعتراف بهذه الفكرة سنة 1854 من قبل البابا بيوس التاسع. لكن العقيدة دي بتخالف الكتاب المقدس تماما، لأن ما عنديش في الكتاب المقدس أي حالة من الحالات اللي حصل فيها إن الله جاب حد موجود من أب وأم بشريين وشال منه الطبيعة الفاسدة.
لأنه ده القانون الوراثي اللي حصل بسبب السقوط، وده اللي أجبر، أو ده اللي مش أجبر، ده اللي خلى الله مجبر إن هو يمشي بشكل قانوني علشان يحقق الخلاص، إنه يجيب إنسان مولود، يجيب الله، يعني الله ياخد جسد إنساني مولود من عذراء بدون زرع بشري عشان يبقى هو اللي لم يرث الخطية البشرية. فلو كان عنده طريقة تانية شرعية يقدر يعمل بيها إنه يقطع الخطية الأصلية، يبقى إذن المسيح جه ليه؟ ما لو أنت عملتها في واحدة ما قررها في كل الناس. لو عرفت تشيل الخطية الأصلية من العذراء مريم بطريقة معجزية وأنت تقدر على كده، بس في الحالة دي يبقى أنت كسرت قوانينك. ضيف على كده، طب ليه ما تعملهاش في كل الناس؟ لو انت تكسر قانون في واحده، طب ما تكسره في الكل وترحم ابنك من البهدله. نفس الكلام اللي بنقوله على، فاكرين لما كنت بقول لكم في ايه في يوحنا الاولى 4 اللي هي انا شخصيا بسميها ايه المقياس او المعيار، المتر اللي هتقيس بيه كل فكره. امشي ورا الفكره وشوف هتوصل فين. الفكره بتقول، فكره تبدو جميله، فكره تبدو رائعه، ولاننا بنطوب ونقدر العذراء، ممكن الانسان البسيط يمشي وراها ويحبها لانه هو عايز يخلي الصوره بتاعتها دايما جميله. فيقول ايه؟ العذراء اكيد لان هي ام الرب، فهي لازم تبقى قديسه وتبقى وعاء نظيف، ما فيهاش طبيعه الفاسده. اللي انت بتقوله بتنافي الكتاب المقدس، وبتقول ان الله كان عنده طريقه ثانيه غير الصليب وغير تجسد المسيح وغير موت المسيح ينفع يشيل بيها الطبيعه الفاسده من الانسان. ولو كان عارف يعملها مع العذراء ويكسر قوانين، طب ليه ما يعملهاش مع بقيه الناس؟ ولو عارف يعملها ويكسر قوانين، يبقى ليه بعد المسيح يتصلب؟ يبقى اذا الفكره دي عايزه تقول ايه؟ هناك طريقه اخرى غير الصليب وغير تجسد المسيح عشان يصلب ويموت يقوم، كان يمكن ان الله بها يعتقنا من سلطان الخطيه. انا قدرت اوضح الفكره؟ المشكله الكبيره في الافكار اللي بتبدو جذابه انه بتلعب على وتر حد بنحبه. حد بنحبه. فيقول لك الحد ده جميل، مش ممكن يكون الله يتولد من اناء فاسد. لابد ان الله يكون اتدخل بطريقه ما، احنا ما نعرفش، بس هو اتدخل وشال منه، فحط هو لنفسه معتقد ملوش اي اساس من الصحه، ملوش اي سند كتابي. كل اللي عمله ان هو فكر فكيره كده والفها. عشان كده الكتاب بيقول لنا ايه؟ امتحنوا الارواح. في روح ورا الفكره دي. والروح اسمه روح ضد المسيح. يعني ايه روح ضد المسيح؟ قال لي انه اي روح هيحاول يخلي الصليب والتجسد ده حاجه ممكن تشيلها، لا يعترف بيها، او هيقودك ان انت تهمش هذا الدور ويبقى في وسيله ثانيه، الروح ده اسمه روح ضد المسيح. فطبعا مع تقديرنا الكامل للعذراء مريم وتقديرنا الكامل للحبل العذراوي او المهاد العذراوي اللي المسيح حبل به بلا دنس وبلا زرع بشر وانه اتجسد من عذراء مريم فقط بفعل الروح القدس تماما، ده ايماننا. لكن لا يمكن ان احنا نقول ان العذراء مريم تم عصمتها من الخطيه الاصليه بس.
عمل في وسطنا، هي نصب خيمته وسطينا، جه وسطينا، زي ما زمان وسط الشعب كان عايز يسكن وسطهم. الله عنده دايما رغبه ومبادره ان يبقى وسطينا. ففي التجسد الله قرب قوي، والانسان قدر يشوف المسيح ويتلامس معاه. عشان كده يوحنا كتب عنه انه ايه، الذي رايناه بعيوننا عيوننا الذي لمسته ايدينا. النهارده انت قادر تحس بيه ليه؟ لان هو دخل الحيز بتاعك، عرف حبك، دخل المنطقه بتاعتك. تاني نقطة من الهدف التجسد انه بيقدم لنا مثال حي. الحياة بتاعت المسيح الانسانية اللي عاشها مثال حي، نموذج حي للي احنا لازم نعيشه. رغم المعاناة اللي هو عاناها، رغم الظروف الصعبة اللي مر بيها، لكن قدم لي مثال حي لحياة غنية جدا، لحياة فعالة جدا، حتى وان كان مدتها قليلة قوي. تقدر تكون بتعيش ده، لا تكون بتعمل ده، طبعا بفعل الله وفعل الروح القدس. عشان كده كان دايما الكتاب العهد الجديد بالذات بيحطك في تشابه مع المسيح، يقول لك هي دي الصوره اللي الله عايز يغيرك عليها، هي دي الصوره اللي عايزك تبقى شكلها. فمش بس بيحط صوره تعجيزيه قدامك، لكن بيحط الصوره، القالب، النموذج اللي انا اللي هو عايز يفضل شغال عشان يوصلني في حياتي ان اكون مشابه لصوره المسيح. الهدف الثالث وطبعا الخطير هو التكفير عن خطايا البشريه. ف ببساطه لما بنقول التكفير بنقصد بيها انه عشان يدفع ثمن الدين اللي على البشريه، وانا محتاجين واحد من نفس نوعنا، انسان زينا، واحد ازلي ابدي يقدر يغطي الزمن كله، واحد ما عملش خطيه، يعني معلوش الحكم، لانه لو عليه الحكم يبقى هو نفسه محتاج مخلص. الثلاث صفات دول ما ينفعش يتحققوا لا في انسان ولا في ملاك. فلو انسان هو محدود زمنا ومكانا وعليه حكم خطير، لو ملاك، الملاك ملوش جسد، والملاك كمان محدود في 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 كيانه، مش ازلي ابدا، والملاك يرتكب حماقه قصاد الله. يعني إذا أنت عجزت الموضوع، حطيت ثلاث حاجات تعجيزية، عايز إنسان أزلي أبدي بلا خطية، تجيبه منين ده؟ عشان كده كان لازم يحصل إيه؟ الله يتجسد، ياخد جسد، فيحقق لك المعادلة دي. أزلي أبدي، قدوس بلا خطية، ياخد جسد فيبقى في الطبيعة شكلك، لكن بدون 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 ما يرث خطية، عشان كده معلوش حكم. والأعظم من ده إنه قيمته أعلى بكتير من الدين اللي عليك. عشان كده هيسدد الدين، لكن الفاضل البر الزيادة بتاعه ده هيوضع في حسابك انت. النقطة الرابعة والهدف الرابع هو نقد أعمال إبليس. فبدل ما كان إبليس مسيطر، بدل هو كان متحكم، بدل ما كان هو بيتسيد عليك بسبب الخوف والرعب من الخطية وبسبب دينونة الخطية، النهاردة أعتقت من هذه الدينونة وهذا القيد. النقطة الخامسة انه يبقى رئيس كهنة فيترأف لينا، يحس بيا، خد ضعفي وحس بمشكلتي وحس بمعاناتي، بيقدر يتكلم عني، يقدر يقف يتشفع عني. رئيس كهنة مجربا في كل شيء ما عدا خطية، عشان كده يقدر يحس ويقدر يرسي لضعفنا. ايضا في تجسده بياخد صفة ابن الانسان فيؤهل لمنصب الدين. مش الله هو اللي هدين، ده الابن هو اللي هدين، قد اعطى كل دينونة للابن عشان يقضي بالعدل. فمنصب الديان العادل مرتبط بكونه في الانسان اللي اخذ طبيعتنا، اللي عاش وسطينا، اللي يقدر يقول لي لما اجي اقف قدامه يقول لا بص الكلام ده ما ينفعش يخش عليا، لان انا كنت زيك في الارض، عشت زيك. فلانه عاش زيي وعاش تجربتي بالانسانيه بالظبط يمكن اصعب منها، فينفع يكون بيحكم على الانسان. مش ملاك اللي يجي يحكم عليه، الملاك ما عاش التجربه بتاعتي، لكن الله اللي تجسد عاش التجربه ومر بظروف الانسانيه كلها، فيقدر النهارده يجي يحكم بعدل، ويحكم بوعي، ويحكم بحسب خبرته اللي عاشها. مش عارف هيبقى عندنا وقت، ممكن نخلي النقطه دي بعدين او نقراها في، هي حاجات بسيطه يعني، مش كتير. اللي هي البرهان على إنسانية المسيح الكاملة.
ممكن نخلي نتكلم عنها المرة الجاية، علشان طبعا الكلام اتأخر الساعة 9 تاني. الواجب بتاعنا خلينا